السلام عليكم. يا شباب، السلام عليكم. يا شباب، السلام عليكم. السلام عليكم يا شباب. ايوه، السلام عليكم. الصوت واضح يا شباب. ولدان، السلام عليكم. وعليكم السلام. الصوت واضح؟ ايوه الصوت واضح. اوكي، تمام تمام جدا. إن شاء الله بس 4 دقائق بنبدأ في الوقت بإذن الله، بس عايز أتأكد إنه الأمور كلها تمام يعني. ايوه الصوت واضح. ممتاز ممتاز جدا. ايوه كده كده الصوت واضح جدا. تمام. تمام تمام جدا. انا امها، ربنا يجزاك خير يا ابني. الله يديك العافية ويجزاك إن شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. شغاله نسوت. لين يتعشى بسرعه عشان عندي كورس اونلاين. وشنو؟ اوكي تمام. من السودان؟ داخلين من السودان ولا؟ ايوه السودان. من اوكي السودان. ايوه تمام تمام جدا. معناه زوم كويس، شغال في السودان كويس. ايوه شغال كويس. تمام جدا. والميكروفون عندي انك انت تخليه مقفول تقيس الكلام الا لما تكون بدك تعلق. انا ما بعرف الايفون، بوريك التليفون كيف. باقي الشباب، لو في اي زول في مشكله في الصوت اديني خبر. 3 دقائق ان شاء الله وحنبدا باذن الله. الصوت واضح ومسموع جدا يا محمد، اخبارك شنو؟ والله الحمد لله تمام. طبعا انا الكهرباء قاطعه وبنتابع فيك حاليا لا يا للاسف اخي. الشديد يعني. وين في الخرطوم ولا وين؟ ايوه الخرطوم. والله الله يخرب ويصلح الحال. اللهم امين. يلا ان شاء الله تستفيدوا من الدورات دي وتغيروا لنا الـ 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 الاحوال في السودان يعني.
دي كلها بس يعني والله ان شاء الله باذن الله. عدم يعني الخبره في اداره المشاريع اللي هو بيتخلي الكهرباء قاطعه وبيتخلي الدنيا كلها جايطه يعني. فعلا فعلا. اوكي في ناس لاود فيديو انفيتيشن تمام. فاطمة بتقري شنو انت؟ انا تخرجت من هندسة ميكانيكية. اوكي تمام ما شاء الله. تخرجتي قريب والله؟ تخرجت 2018. 2018 يعني لسه فريش يعني؟ ايوه فريش. اشتغلت بيها ولا لسه؟ والله نزلت تريننج في شركة 6 شهور وبعد ذاك نزلت خدمة في الجامعة. اوكي اوكي ممتاز ممتاز. دارت واصلي في الأكاديمية ولا عايزة ترجع الاندستري؟ والله يا اخي عايزة امشي مجال الأكاديمية شوية. اوكي طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ. وأول حاجة أديكم بس نبذة صغيرة عني. ياسين حسن، أنا مشرف التدريب المهني والتقني في الكلية العالمية في مكة المكرمة، خريج جامعة ليدز في بريطانيا والماجستير جامعة برادفورد في بريطانيا، ويعني خبرة في التدريس والإشراف في الجامعات. فإن شاء الله هنبدأ الدورة دي. الدورة دي مهمة جدا جدا، اللي هي البروجكت مانجمنت بروفيشنال. بنهاية الدورة دي ممكن الطالب أو المتدرب يمشي يمتحن الكورس اللي هو أو سوري الامتحان اللي هو بتقدمه البي ام اي البروفيشنال مانجمنت انستيتيوت، وهو ده أمريكي. الفكرة بتاعت إنه المشاريع لأنها مهمة جدا جدا يعني سيدي، يعني كل حياتنا معتمدة على المشاريع. الكهرباء مشروع، الموية مشروع، الكمبيوتر مشروع، الإنترنت مشروع. فبالتالي لو ما كانت في إدارة حكيمة أو إدارة سليمة وإدارة ممنهجة للمشاريع، المشاريع يعني ما هتشتغل يعني. حتى لو اشتغلت بيكون فيها مشاكل كثيرة جدا جدا. ف الشهاده دي اللي هي اول كورس ده بيتيح للمتدرب انه يعرف what does it mean professional project management، الاداره الجيده للمشاريع. طيب انت عشان تتاهل وتفهم المشاريع دي كيف تدار، فان شاء الله انا بقدم لكم الكورس ده. والكورس ده اكيد ما حيلبي طموحات الناس كلها، لكن بس حاجه كده درايف وي يعني. انا حتى سميته درايف وي يعني، حاجه بس كده تاخذنا في الطريق الصحيح ان شاء الله. فبعد ذاك الناس بجهوده وبشغله حتمشي لقدام باذن الله. طيب هبدا معاكم. انا عملت لي باوربوينت سلايدز اللي هي عشان الناس تكون متابعاني يعني كويس. ف خلونا نعمل شير للسكرين. طيب انه السكرين بتاعتي شايفيننا يا جماعه؟ شايفين الكراسي، الصوره بتاعت الكراسي دي وكده؟ ايوه واضحه. اوكي تمام جدا. طيب زي ما قلت لكم بروجكت مانجمنت بروفيشنال PMP، ان شاء الله الكورس ده يعني حيكون مدته زي يعني تقريبا من 27 لشهر يعني، حسب بعد ذاك حسب الـ يعني انه نحن امكانياتنا نتقابل كل يوم وكده يعني. والكورس ده ان شاء الله حيكون متكامل، حديكم فيه اساينمنتس يعني ان شاء الله بعد ما ننتهي من اول محاضره
يعني ممكن واحد يكون ما عجبه المحاضرة، ما عجبته أو الفكرة ذاته بتاعت البروفيشنال بتاعت إدارة المشاريع ما عجبته، ممكن يغير رأيه. فحاجتمع مع الناس الخلاص عايزين يمشوا لقدام، حنعمل الواتساب جروب، بعدك حيكون في يوميا في أساينمنت كويس، يوميا حيكون في تمارين تشتغلوا عليها، حيكون في تاسك كويس عشان باي ذا اند اوف ذا دي الواحد يكون جاهز، يكون جاهز للامتحان. اوكي طيب، زي ما قلت لكم اسمي ياسين حسن ان شاء الله، والكورس ده انا عامله بس هديه يعني للشباب كلهم في المجموعه بتاعت مبادره الباحثين السودانيين. الكورس ده طبعا الواحد لو ماشي يدرسه يعني اونلاين او يدرسه في معهد يعني غالي جدا، بكلف يعني ممكن فوق $1,000 اقل حاجه يعني. فانا عامله فري، بس جمعت خبراتي وجمعت الريسورسز بتاعتي على اساس انه احنا كلنا يعني نتساعد ونشارك المعرفه كويس. طيب لحد الان في اي زول عنده سؤال قبل ما نخش في الاجنده بتاعت الدرس الاول بتاعت المحاضرة الأولى؟ أنا بعتمد طبعاً معتمد على الناس اللي في الزوم، الناس المعليش اللي في الصفحة بتاعت الفيسبوك ما شايفهم لأنه السكرين يعني قافل الفيسبوك يعني. تمام؟ طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف يا دكتور؟ الله يديك العافية. كويس إني خشيتي. وعليكم السلام ورحمة الله. يديكم العافية إن شاء الله، كيف الحال؟ الله يسلمك. كله تمام الحمد لله، بس معليش سبقناك بكم دقيقه. طيب الاجنده بتاعت الدرس بتاع الليله، اول حاجه الترحيب، رحب بكم كلكم كويس. الكورس ده لمنو يعني، منو المفروض يكون عنده بي ام بي، منو المفروض يكون عنده النوليدج بتاعت البروجكت، البروفيشنال بروجكت مانجمنت. اوكي بعد ذاك حنجي في الحته بتاعت البلاننج، حنعمل تخطيط للكورس بتاعنا ده، لانه انا يعني بثق تماما في المقوله بتاعت انه failure of planning is planning failure، اللي هي الفشل ده فشل المخطط كويس. فنحن لازم نعمل planning للحاجة بتاعتنا دي ونتفق عليها على أساس إنه نحن نكون يوميا بنكون بنعمل فيها براكتس. انا حسب خبرتي وحسب النايل البي ام بي دي عايزة يوميا تديها على الاقل ساعتين، على الاقل يوميا ساعتين تدرس المنهج، وانا حرسل لكم ان شاء الله الماتيريالز كلها وتتابع معي ان شاء الله. بعد ذاك الامور بتكون لك واضحه يعني. اوكي ممكن زي ما قلت الكورس ده ما يكون معك 100%، ما يلبي طموحاتك كلها، لكن حيخطك في طريق صحيح. اوكي بعد ذاك ان شاء الله بنبدا في الدرس الاول. اوكي اي سؤال لحد الان؟ اوكي طيب لا. الدرايف وي، طبعا الدرايف وي اللي هي المدخل بتاع البيت يا جماعه، يعني مثلا انت عندك زي البيت الفيلا الصغيره الجميله دي، الدرايف وي بتاعتها ده على اساس انك انت داخل بالسياره بتاعتك بتدخل جوا، ولما تيجي طالع بتطلع منه، اللي هي ده الحته الصحيحه للبدايه. يعني انت لو ماشي مشوار بتبدا من هنا من الدرايف وي، لو جاي عشان جاي تعبان من الشغل من مشوار داير ترتاح بتوقف عربيتك هنا في الدرايف وي. فانا سميت الكورس ده كله على بعضه درايف وي يعني، واتمنى اكون موفق في الاسم. طيب اول حاجه شكرا جزيلا لاي واحد يعني جوين الكورس سو فار، ويعني دي شجاعة منكم انك انت اخترت الـ PMP، مش انك اخترت الكورس بتاعي، لكن اخترت انك انت تفكر في موضوع الـ PMP تفكير جادي. طيب فان شاء الله الكورس ده حنسميه زي ما اتفقنا الـ Driveway. طيب ان شاء الله ليلى سؤال كده، سؤال قبل ما جدا على الصعيد الشخصي افادك كيف بتاعك؟ ما جاي عليك جدا، ما في مشكله تمام. يلا يلا طيب الكورس ده لمنه؟ طيب اول حاجه حديكم الناس البي ام اي زي ما قلت لكم، البريتش سوري البروجكت مانجمنت انستيتيوت الامريكي، قالوا ان الكورس ده لمنه، قالوا انه اي زول في شغل طبيب، مهندس، محامي، كونتراكتر اللي هو نحن بنسميه في السودان بنسميه مقاول كويس، زول شغال في الاي تي، طالب بتاع بحوث كويس،
اي زول مفروض يكون عنده يكون عنده الخلفيه بتاعت البروفيشنال بروجكت مانجمنت. اوكي طيب انت بالنسبه لك الكورس ده حيفيدك في شنو؟ انا شخصيا فادني في اول حاجه في الشغل بتاعي كويس، يعني خلاني اول حاجه يعني اعمل مانج للزمن بتاعي كويس الحمد لله رب العالمين. يعني يوميا انا قبل ما انوم بيكون عندي بكره انه عندي تو دو ليست تاسك، بكون بعمل حاجاتي كلها، انه مثلا الصباح برص الحاجات كلها، يعني بغض النظر انه المهمه شنو والما مهمه شنو، كل اي حاجه انا المفروض اعملها بكره بقوم برصها كويس. طيب بكره الصباح لما نبدا اليومي بعد ذاك في حاجات بتكون لك مفروض تعملها اول كويس. طيب بعد شويه بمرور الزمن لقيت انه انا بقدر بعمل مانج للزمن بتاعي بصوره ما عاديه، يعني حتى انا نفسيا بكون مرتاح، يعني لما اكون امشي اخطر راسي في السرير انا بكون بقول الحمد لله رب العالمين الليله انجزتها. طبعا ما بكون انجزت الحاجات كلها to be honest with you، لكن على الاقل انا قدرت اعرف انه الحاجات اللي انجزتها انجزتها ليه، الما انجزتها ليه ما انجزتها. اوكي ثاني حاجه اللي هي مانج الاستاف بتاعك كويس. انا الحمد لله رب العالمين شغال مشرف، فعندي استاف عندي طلبه كويس. الكورس ده فادني جدا جدا انه كيف انا اتعامل مع الاستاف بتاعي وكيف مع اتعامل مع الطلبه كويس. فدي برضو مهمه جدا جدا، لانه بعد شويه حنجي نشوف واحده من السكيلز بتاعت البروجكت مانجر اللي هي الكوميونيكيشن كويس. الكوميونيكيشن انك انت يعني تتعامل مع الاستاف ممبرز بتاعنا كيف. في واحد بيشتغل بالقروش، بمعنى يعني ما تفهموني غلط، انه والله يا اخي هو جاي يشتغل هنا عشان القروش، هو يعني بيرفكت ما عنده اي مشكله، بيشتغل تمام وكل شيء، لكن عنده القروش. يعني مثلا لو طوالي اللي قال له راتب في حته، يعني راتب 10% زياده او 5% من الوظيفه اللي هو شغال فيها، بيبيع الوظيفه دي بيمشي ليه. يعني دي طبعا دي حاجه عاديه، يعني ما حاجه سيئه. في واحد جاي يشتغل عشان يطور نفسه عشان يمشي لقدام، القروش بالنسبه له ما رقم واحد. اوكي في واحد جاي يشتغل لانه بحب الشغل ده. طيب انت كبروجكت مانجر مفروض يكون تعرف نفسيات اي واحد فيهم وتتعامل معه بالصعيد ده، عشان كده بقول لك انت في التيم بتاعك ما تتعامل مع الناس كلهم بنفس الكيفيه، ودي ده اكبر غلط ان احنا بيقعوا فيه مدراء الشركات ومدراء الاقسام، يعني بيتعاملوا مع الناس كلهم بحاجه واحده كويس. انا استفدت من الكورس ده في الكوميونيكيشن. اوكي ده اذا الاجابه على سؤالك يعني. ايوه مظبوط تمام. طيب أيوة. انت الليله بعد المحاضره دي انا بتمنى انه اي واحد يقعد مع نفسه يشوف انه الكورس ده هو محتاج له في شنو وعايزه لشنو كويس، ويرسل لي الحاجه دي يعني كويس، مهمه جدا جدا عشان اعرف الاكسبكتيشن بتاع اي واحد فيكم، وانك انت ذاتك فهمك للبروجكت شنو تمام. تمام طيب نمشي للخطوه اللي بعدها اللي هي التخطيط كويس. طيب اول حاجه يوميا عندكم ساعه معي لمده تقريبا من 27 يوم ل 29 يوم، انا عملت البلان كده يوميا ان شاء الله نتقابل ساعه، which is good. يعني احنا لسه في بدايه رمضان، يعني ممكن نخليها قول وقفنا 5 يوم قبل رمضان قبل العيد عشان ندي الناس فرصه تجهز للعيد وكده، بعدها ممكن نواصل بعد العيد 5 يوم وبنكون عملنا الكونكلوجن للكورس كله يعني تمام. مهمه جدا جدا يا شباب، اي زول انترستي في الكورس ده لازم يوميا لو عايز يمتحن سريع يوميا يقعد ساعتين، يعني ساعتين دي سويتش اوف من الواتساب، سويتش اوف من اي حاجه، يدرس الماتيريال اللي انا بديها له. اوكي انا حاجي بعد شويه اتكلم لكم على الماتيريال ذات ان شاء الله تمام. في ناس ما شاء الله ساعتين دول بيظبط امورهم تمام جدا جدا، في ناس ساعتين دي يجيك مثلا شافع طاير بيجاي، يجيك مثلا اخوك بيجاي، يجيك المهم تحصل لك، يعني في النهايه كلنا عندنا ظروفنا وحاجاتنا يعني كويس. من طيب. العزابه لا العزابه دي شفتها انت خلي من الكرسي ده بعد العيد طوال امتحنوا يعني ما عندهم اي حل كويس. طيب اهم انا حارسل لكم الماتيريالز، حارسل لكم الكتاب الريفرنس اصلا بتاع ناس البي ام اي اللي هو ده اللي بيعملوا منه الامتحان. اوكي حارسل لكم بالعربي وبالانجليزي
كويس. دي منهم يعني، دي حتى بتلقوا في العربي انه مكتوب اسمي وكده، لانه انا منزله منهم مشتري منهم يعني. كويس. فرجاء يعني في الفري انك انت تستعمله وكده وتقرا فيه، ما في اي مشكله يعني. طبعا. طيب الليله ان شاء الله هنجي نتناقش البروجكت مانجمنت نوليدج اريا. اوكي، ما 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 تصدموا بالكلمه الكبيره دي وكده، حاجه بسيطه جدا جدا، لكن اسمها كده يعني، احنا لازم نكون عارفين اسمها. تمام. بعد ذاك في حاجه اسمها البروجكت مانجمنت بروسيسز. اوكي، يعني عندنا النوليدج اريا وعندنا البروسيسز. اوكي، دي اي مشروع في الدنيا دي قائم على الحاجتين دي، قائم على البروجكت مانجمنت نوليدج اريا والبروجكت بروسيسز. زي ما قلت لكم ما تتخلعوا من الاسامي كده، بعد شويه بالراحه بالراحه حتخش يعني. هسه احنا داخلين في المويه شويه شويه يعني. اوكي. طيب انا بعد المحاضره ان شاء الله حرسل لكم في الواتساب جروب، حرسل لكم البلان. اوكي، يعني انا عملت البلان، حقوم ارسله لكم في 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 الواتساب، لكن هسه ممكن اوريكم شكلها كيف بس سريع كده. طيب اي هوب انكم اموركم لحد الان تمام، ما في مشكله. تمام، بس عفوا سؤال يعني. اتفضل. هل 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 ممكن كل المحاضره تكون ريكوردد، بحيث انه الواحد لو عايز ليتر اون يرجع لك ريفرش؟ لا جد، اصلا ما يعني انا عامله لكم مسجله يعني، بعد شويه حوريكم انكم حتسمعوا وين يعني، وبرضه في الصفحه بتاعت الفيسبوك. بيرفكت، ممتاز، الله يديك العافيه. الله يديك العافيه، تسلم. طيب السكرين بتاعتي شايفينها؟ نعم. شايفين الـ هنا التاسك والديز والحاجات دي؟ لا لا لا, لا. ما اوكي، ما نيجاتيف. لا انا مش شايفه حاجه. طيب كده شايفه ظهرت. يس، ظهرت، ممتاز. اوكي، حلو. مهمه جدا الفيدباك بتاعكم يا شباب. طيب الليله ان شاء الله هنجي نتكلم عن البروجكت مانجر. يعني شنو بروجكت مانجر؟ كويس، هنجي نتكلم عن انواع عندنا في الشركات، او عندنا اللي هي المشاريع والبرامج والبورتفوليو. اوكي، هنجي نشوف الاختلاف بتاعهم شنو. هنجي نشوف الاورجنايزيشن ذاتها. كويس، سواء كان الاورجنايزيشن دي جامعه، سواء كانت شركه خاصه، سواء كانت، هنجي نشوف الفرق بيناتهم شنو، وانه البروجكت بيتعامل كيف فيهم. اوكي، بعد شويه هنجي نتكلم عن البروجكت مانجمنت فريم ورك. الفريم ورك ذاته بتاع البروجكت مانجمنت. كويس، نحن لو عايزين ندير بروجكت عندنا فريم ورك، عندنا قالب، فالقالب ده هنجي نتناقش فيه ونشوف انه يعني حيكون كيف، بعدين هنجي نخد فيه البروجكت بتاعنا كيف. اوكي، طيب ان شاء الله اول ما ننتهي من الليله وبكره تكون اموركم كلها تمام، عندي تيست حرسله لكم 10 اسئله. كويس، حوريكم ارسله لكم وين. اي واحد ما بيعمل الاسئله حيكون موضوع معايا يعني شويه صعب يعني، فاهم حاجه صوت وحاعمل الفا بالمناسبه. حاعمل الفا يعني حيكون ايوه من المدرسه. ايوه بالضبط كده. كويس، يلا يا شباب انتهينا الليله من الليله، فهمتوا يعني شويه، ما فهمتوا كل حاجه اكيد طبعا، فهمتوا بس حاجة بسيطة كده، وأنا ذاتي داير الحاجة البسيطة أحرككم، تخلي يعني الأمبشن فيكم اللي تقول أوه أنا عايز أمشي أفهم الموضوع ده، أنا عايز أمشي أفهم الموضوع ده. كويس، آيس بريكينج بالضبط كده، آيس بريكينج، ثانك يو فيري ماتش. أوكي، بكرة إن شاء الله هنجي نخش في الفريم ورك ذاته، يعني الفريم ورك دي هنجي نقسمها، يعني القالب بتاعنا ده ذاته هنشوف يتعامل كيف ذاته. تمام، متأخر يا دكتور سامير أنا يعني. اوكي، ايوه، اي واحد يجي متاخر بعدين حاعاقبه طبعا. طيب لا، انا الفا قاعد، انا الفا قاعد يسجل لي، ايوه يسجل لي اسمه. اوكي، طيب عندنا الايام الليله دي 1 حنخلص فيه ان شاء الله اي حاجه في هنا البروجكت مانجر، يعني شنو والفرق بين البروجكت والبروجرام والبورتفوليو الاورجنايزيشن ذاته. كويس، بعدك بنتكلم حاجه بسيطه، حديكم انترودكشن على الفريم ورك. اوكي، انتهينا، بكره حديكم الامتحان ان شاء الله، تيست صغير يعني ما تخافوا من كلمه امتحان، لكن مهم جدا تعملوه. اوكي، كويز
كويز يس يس. طيب بعد ذاك بكره ان شاء الله حنجي نتناقش في البروجكت مانج بروسيسز اللي هي عندنا 10 بروسيسز. اوكي بكره حنبدا نتكلم عنها كويس. طيب اهي هي البروسيسز من هنا بتبدا فيها انتجريشن مانجمنت سكوب مانجمنت سكيدول مانجمنت كوست كواليتي ريسورسز كوميونيكيشن ريسك بريكرومنت ستيك هولدر. Very interesting صراحة. يعني البروجكت مانجمنت يعني حاجة رائعة والله يعني بجد يعني هتستمتعوا يعني. اوكي طيب مفروض نحن هنا لما نستيك هولدر لما ننتهي من الـ من الـ من البروسيس دي مفروض نكون انتهينا من كل حاجة. لكن لا انا تاني حاجة اعمل لكم ريفيجن هنبدا نمسك الـ 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 البروسيسز. اوكي سوري دي نوليدج اريا العشرة دي نوليدج اريا شباب. اوكي دي نوليدج اريا. اوكي وهنا دي البروسيسز البروسيس اللي هي خمسة بروسيسز. اوكي النوليدج اريا 10 اوكي لكن هم في بعض يعني مدخلات في بعض يا شباب ما 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 دي برا ودي برا بعد شويه لهم الحاجه دي مدخلين في بعض كيف. اوكي لما ننتهي من الـ من الـ من النوليدج اريا حديكم امتحان حيكون كبير جدا جدا كويس برضو فيه صوت وفيه هدايا وكده يعني. اوكي نجي نمشي للبروسيسز اللي هي الخمسه بروسيسز برضو حيكون فيها بعدها حيكون فيها تيست. اوكي بعد التيست بتاع هنعمل تيست لكل حاجه اخذناها كويس اللي هي اللي هنا للجزء الاول وللجزء الثاني وللجزء الثالث. اوكي مين الامتحان ده يا شباب او مين التيست ده انا هشوف الجاب نوليدج عندكم او اي واحد فيكم حيكون والله مثلا انا عندي مشكله في الريسك مانجمنت انا ما وقعت لي تمام انا والله عندي مشكله في الكواليتي مانجمنت هنقوم نشوف ال عندنا فيها جاب كثيره كويس هنجي نناقشها وان شاء الله بنهايه الموضوع هنديكم امتحان امتحان كبير يعني امتحان اللي هو يكون امتحان زي الامتحان بتاع الـ بتاع البي ام اي. اوكي الامتحان بتاع البي ام اي اي ثينك 200 كويشن. اوكي هتنتهي فيهم في 4 ساعات. اوكي فانت لازم تكون بالوقت ذاك لازم تكون بجيد بروجكت مانجر خلاص تعرف انك هاو تو مانج يور تايم هاو تو مانج يور ستدي هاو تو مانج الامتحان. اوكي اوكي اي سؤال لحد الان كله تمام يا شباب كلام جميل جدا جدا كلام طيب كلام طيب اوكي تمام ممتاز الحاجات دي كلها يا جماعه انا بعمل لكم معاها شير يعني دونت وري يعني اي حاجه ما عندكم اي مشكله يعني لو كنتوا فيس تو فيس معي كان بديكم اي واحد يجيب الاكسترنال درايف بتاعه بديه الشغل لكن هسه لانه بنتلاقى فيرتشوالي فحاخدها لكم في دروب بوكس او في جوجل درايف انا شخصيا بحب جوجل لانه جوجل درايف يخليه اريح باعتبار انه الناس ممكن تعمل اكسس للدرايف حقك ثانك يو فيري ماتش انا حاعمله في جوجل درايف وفي جوجل درايف في حاجه اسمها كلاس روم في الكلاس روم ذاته نحن حنعمل التستات بتاعتنا هناك يعني سهل جدا يعني انت في من الايميل بتاعك هتخش في الحاجات كلها يعني ما هتحتاج انك لبلاتفورم ثاني يعني طيب انا شغاله باي او اس ممكن انزل جوجل درايف ممكن تنزله عادي ممكن يعني بس من الايميل بتاعك بتنزل الحاجات كلها بتعملها اكسس تمام يا شباب اها جاهزين تمام نخش في الموضوع تمام واحد نخش في الموضوع اوكي طيب كلام جميل جدا اوكي تمام ممتاز طيب انتهينا من الحته دي كويس طيب يا شباب نخش في اوكي انا هعمل يا شباب انا هعمل ميوت لكل المايكس لو في زول عنده سؤال يرفع يده فين عارفين بترفعوا يدكم كيف في والله نرفع يدنا كيف الناس ما عندها خبره في الزوم افترض توضح عشان معظم الناس تقريبا ما اشتغل على الزوم قبل كده طيب اللي هو انت بتخش في في الـ في الـ في كده واحد لو اشرحها سريع لنا طيب معلش لو عارف الحاجه دي اسرع مني ده خالد ده ولا منو خالد اشرح ايوه خالد لو لاحظتوا في مور يا جماعه عندكم في مور لو فتحتوا ضغطوا على زر حق مور النقاط حقت مور دي هتلاقوا فيها ريز هاند ممكن كل واحد يجربها يعني
سمعتوا خالد يا جماعة؟ في في أيوة محمد أقصى اليمين محمد محمد وصل لها ممتاز محمد بابكر أيوة أقصى اليمين لو لاحظت بعد ميوت وصار فيديو شير بارتسبيشنز في ريس هاند أيوة النقاط الثلاثة دي لو ضغطت عليها هتجيك الأوبشنز هيبة ممتاز ممتاز نهاد I think you أيوة تمام تمام خالد أنت حتكون الألفا باي ذا وي عشان طويل يعني ولا قصدك شنو؟ والله يا شباب سريع يا شباب عشان نحن بعد شوي عندنا سحور وعندنا يعني عندنا اوكي ايوه ريز يور هاند ندى يلا يا ندى غاهرة خالد انت ما عندك مشكلة روح انا ما عندي مشكلة انا ما لقيت الريز هاند ندى ايوه لقيت الريز هاند لقيت الريز هاند ايه ارفع يدك وارفع يدك في الزوم مش اضغطي على على الشاشه بس حديك الاوبشنز موجوده في في اسفل الشاشه ميوت وستارت فيديو والاخره هتلاقيك ثلاثه نقاط على الاقصى اليمين لو ضغطت على حديك الاوبشن حديك ايوه تمام بدات رفع اليد ايوه رفعت يلا يا حبيبي ارفع يدي ارفع يدك ايوه عشان نشوف انك انت عشان نشوف انك انت عملتيها صح زوم ده جميل يا اخي زول يعني برضه بيتعلم زوم طبعا أكيد طبعا اكيد طبعاً. للناس اللي بتشتغل اونلاين كثير فاطمه ممتاز كتير. فاطمه دي انت رفعت انت ولا ماما رفعت يدها تقريبا رفعت حاولت انت ولا ماما رفعت يدها انا حاولت تقريبا مش عارف ممتاز ندى ممتاز ندى ممتاز رفعت يدك اوكي جود جود محمد يوسف اكسلنت صديق انت سامعنا رواه سامعنا اي اي قولة محمد يوسف سمر كان يو ريز يور هاند اوكي اي ثينك انه خلاص وصلت لها طيب انا هعمل ميوت للميكروفونات كلها لو اي واحد عنده سؤال بس يرفع يده يرفع يده اوكي يا شباب تمام اوكي تمام وعندكم بالمناسبه انا حديكم انكم انتوا تفتح المايك بتاعك لو عندك سؤال برضو يعني حتى لو انا ما شفت رفعت يدك اوكي طيب ان شاء الله هنبدا الدرس الاول الدرس الاول ان شاء الله هيكون هنتناقش عن المانجمنت فريم ورك اوكي يعني نحن من قبل المانجمنت بروجكت مانجمنت بروجكت مانجمنت طيب دارين نشوف ناخذ زي فاونديشن للفهم بتاعنا عشان نبدا ذاته نفهم البروجكت دي كيف اوكي طيب اول حاجه هنعرف دارين نعرف ذاته البروجكت وضزت مين بروجكت اوكي يعني كلمة بروجكت ذاته يعني الفرق شنو بين البروجكت والأوبريشنال ويرك يعني ما في شغل في الشركة بيكون ongoing وفي بروجكت الفرق شنو بيناتهم أوكي بعد شوية حنجي نتكلم عن البروجكت مانجمنت فريم ويرك أوكي حنجي نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا اسمها البروجكت مانجمنت أوفيس أوكي اللي هو ده اللي بيدير المشاريع كويس التأثير بتاعه أو الباور بتاعته بتختلف حسب نوع الشركة كويس فحاجي نعرف عنده ثلاثة أنواع حنيجي نعرفها بعد شوية حنيجي نتكلم عن بروجكت مانجمنت ترمونولوجي يعني كلمات في أي بروجكت أنت بتسمعها كويس طيب معناها شنو تابعوني طيب لو في أي سؤال يعني عادي ممكن تفتحوا الميكروفون وتسأل طيب يا شباب أول حاجة عشان البروجكت ده ذاته يقوم عنده أسباب يعني مثلاً أنا والله اللي مفكر إنه يعني أكسر الحيطة بتاعت الصالون وأعمل فيها باب كويس ويعني أعمل فيها باب وشباك أوكي طيب ده بروجكت أصلاً دي ما داري لا اثنين ثلاثة البروجكت ده سببه شنو إنه والله أنا الكاستمر ريكويست أنا عايز كده أنا مشيت للمقاول نعم مشيت للمقاول وقلت له يا اخي انا والله عايز الحاجه دي شنو ده كاستمر ريكويست يعني انا الكاستمر عايز كده اوكي لقينا انه والله يا اخي الحي اللي احنا ساكنين فيه محتاج لتشجير كويس شجر نزرعه في الشارع الرئيسي كويس ده اسمه سوشيال نيد يعني الناس محتاجين للحاجه دي طيب انا والله شغال في شركه كويس الشركه دي لقت انه مفروض بعد ده أي موظف يكون عنده لابتوب أوكي ده بروجكت ليه؟
البروجكت ده لانه تكنولوجيكال ادفانس، يعني نحن عايزين خلاص من الديسكتوب العادي عايزين نجيب لابتوب على اساس انه الموظفين يشتغلوا من البيت، يشتغل من الكافتيريا في المسا، مش قاعد في اوزون او قاعد في شارع النيل يقدر يشتغل لي. اوكي طيب legal requirements. اوكي يعني نحن لقينا انه والله يا اخي عندنا الموظفين بتاعنا دي الحكومه طلعت قرار بتاع الداتا بروتكشن. اوكي طيب الداتا بروتكشن ده خلاص ده legal requirement، نحن المفروض ندري فيه الموظفين بتاعنا كلنا ده بروجكت. اوكي عندك مثلا لقيت انه والله انا الشركه اللي انا شغال فيها دي، انا شغال المدير بتاع المبيعات، لقيت انه المبيعات بتاعتي دي ما زادت، يعني كل سنه هي ذاتها يعني، فانا الموضوع ده عامل لي هيديك وناس الاداره ضاغطين علي وكده. ليه يا خالد كويس ليه المبيعات دي ما زادت؟ ده بروجكت، انك انت تعمل بروجكت عشان تشوف المشكله شنو. كويس طيب لقينا انه والله النفايات اتراكمت بصوره ما عاديه كويس في الحي بتاعنا، طيب نحن حنعمل شنو؟ نحن دايرين نشوف لها حل. ده الحل لازم يكون في بروجكت، ده اسمه environmental consideration. الحاجات اللي انتم شايفينها في الشاشه دي يا شباب، الماركت ديماند، السوشيال نيدز، التكنولوجيكال ادفانس، الليجال ريكويرمنتس، استراتيجيك اوبورتيونيتي اند بزنس نيدز، environmental consideration والكاستمر ريكويست، دي الاسباب اللي بتخلي انه يكون في بروجكت. اوكي لو واحده من الاسباب دي ما في، معناه انت ما عندك بروجكت، ما حتعمل بروجكت، يعني انت ما في ريزون يعني يخليك انك انت تقوم بروجكت وتدفع فيه قروش. اوكي الا لتحقيق واحده من الاهداف دي. تمام يا شباب؟ Again لو في اي كويتشن افتح المايك على طول وازل. طيب تمام تمام 100%. انا عندي سؤال، احنا الان اتكلمنا عن 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 الماركت ديماند دي، يخليك هل هي كاسباب لقيام المشروع ولا هو ده تعريف للمشروع؟ لا دي اسباب لقيام المشروع دي كلها. طيب هنا تعريف المشروع الان شنو اذا كان دي طيب الاسباب؟ حلو جدا ماشي عليك يا حبيبي. اوكي بس عندي انا برضه سؤال. اتفضلي. ال legal requirements دي يعني أنا بمشي بجيب مثلاً رخصة على إنه يا أخي أنا عايز أبدأ المشروع ده إزيد؟ it depends. مرات بيكون الحكومة هي عاملة الحاجة دي كويس، إنه والله يا أخي إحنا دايرين الموظفين دي كلهم يعرفوا data protection اللي هو القانون بتاع المعلومات. أوكي. أو انا مثلا في الشغال مثلا في 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 عقار كويس، شركه بتاعت عقار، انه والله يا اخي العقودات دي مفروض تراجع كلها، العقودات دي ما سليمه مفروض تراجع، ده ليجل ريكويرمنت. اوكي ده نحن قاصدين شنو يعني اي حاجه عندها علاقه بالقانون. تمام يا شباب؟ تمام. اوكي موفن. الشاب الجميل خالد سال قال البروجكت ذاته شنو. طيب يا خالد قال لك البروجكت ده اي حاجه عندها بدايه ونهايه، انت عايز تبني عايز تعمل مطبخ جديد، ده يعني لازم يكون عنده بدايه ونهايه، انه والله المطبخ ده حينتهي في شهر في شهرين في سنه في سنتين، المهم انه المشروع ده عنده بدايه ونهايه. اوكي وحاجه تمبرري كويس، تمبرري نقصد بها شنو؟ انه والله دارين نعمل كوبري بين 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 امدرمان والخرطوم، او الخرطوم وامدرمان كويس. المشروع ده بينتهي بين هيئه الكوبري، يا اما انتهى بين هيئه الكوبري يا اما المشروع فشل في نصه وقفلنا البروجكت واتخرجنا. اوكي معناها تمبرري معناها حاجه مؤقته يس. اوكي وعنده بدايه ونهايه. طيب طيب يا الحاجه الثانيه اللي بتخليه انه بروجكت لازم يكون عنده نتيجه، النتيجه دي يا اما يكون برودكت منتج يا اما خدمه او نتيجه. نتيجه اللي هي مثلا بتاعت نحن حندرب الموظفين في القانون المعلوماتيه كويس، الموظفين بتاعنا دي كلهم حندربهم، معناه النتيجه انه اي واحد يتدرب. الان نحن بنعمل ده بروجكت بالمناسبه، يعني هسه الحاجه نحن اللي بنعمل فيها دي بروجكت، انه البروجكت ده انا عايز ادرسكم او اتناقش معاكم البروجكت مانجمنت كورس. اوكي النتيجه بتاعته ان اي واحد فهم وضد مين بي ام بي ومشى امتحن. اوكي تمام
فيا اما حاجه ملموسه يا اما سيرفيس يا اما نتيجه. اوكي يا شباب دي مهمه جدا تعرفوا الحاجات دي يا شباب، لانه دائما في اي امتحان بيجي سؤال، ده بيجيب لك شنو؟ انا حديك سؤال. طيب سؤال، طيب انا حديكم دقيقه تفكروا في السؤال ده كويس، انا حقرا لكم حشرح لكم، حديكم دقيقه بعد ذاك انتوا تجاوبوا لي. طيب operational work is different from project work. operational work يا جماعه اللي هو الشغل اليومي في الشركه كويس، هو بيختلف عن الـ عن الـ الـ الشغل بتاع البروجكت، لانه الاوبريشنال ورك، الاوبريشنال ورك لاحظ انه يونيك يعني مختلف. مختلف يعني شنو؟ مثلا احنا بنقول اي بروجكت مختلف، انا والله اقدر اعمل مطبخ هنا في 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 الشقه رقم 1 هنا في العماره دي. المطبخ ده اول حاجه حيكون عنده لون مختلف، حيكون عنده وقت بتاع تنفيذ مختلف، حيكون الزمن في السنه يتعامل فيه مختلف، الاسعار مختلفه كويس، اشترينا الحاجات بتاعته المواد من وين مختلفه. لو جيت اعمل نفس البروجكت بعد شهرين نفس المطبخ في الشقه رقم 2 عندي في الـ في الـ في العماره، حيكون مختلف، الحاجات بتكون مختلفه، ممكن يكون نفس المطبخ نفس اللون لكن بيكون في اختلاف. اوكي عكس الـ عكس الاوبريشنال ورك، الاوبريشنال ورك حاجه بتكون تدعمل، اوكي تدعمل طوالي مثلا يوميا كده يعني. فالجواب شنو؟ ongoing and repetitive. very good. الجواب هو سي يا شباب، لانه اي وبي ودي ديل بتاع ده اصلا البروجكت. اوكي اي قلنا نحن البروجكت يونيك، البروجكت تمبرري عنده ستارت وعنده اند، والبروجكت بيكون بنشتغل فيه الشغل بتاع البروجكت. اوكي فالاجابه الصحيحه هي سي. اوكي يا شباب تمام، ده واحد من الاسئله جت قبل كده في واحد من امتحانات البي ام بي، كان كده نجحنا ان شاء الله حتنجح باذن الله. كويس، فهو شنو هو السؤال؟ انك انت يعني الحاجه بتاعت البي ام بي يا شباب انك انت تكون فاهم الكونسبت، ما 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 يعني ما سبوتنج، ما فيه سبوتنج. اوكي يعني ما في انه والله انا اديك الاسئله وتخش وخلاص، لا انت لازم تفهم الكونسبت. شوف انت اسع الكونسبت ده، لو فهمت المعنى بتاع البروجكت انت بتجاوب السؤال ده، لانه قالب لك الموضوع. يس اوكي يا شباب امورنا تمام. الحته يعني اوبريشنال دي والثانيه شنو؟ اوبريشنال والثانيه شنو؟ بروجكت ورك. بروجكت ورك ايوه. الفرق بيناتهم، الفرق بيناتهم شنو؟ الفرق بيناتهم شنو؟ الفرق انه البروجكت ده حاجه عند حاجه تمبرري، حاجه مؤقته. اوكي يعني ممكن يستمر شهر، ممكن يستمر يومين، ممكن يستمر 3 سنين، لكن في النهايه عنده زمن محدد. أيوة. اما الاوبريشنال ورك بيكون يوميا، يعني مثلا انا حدار اغير زيت للعربيه بتاعتي، كل شهر بمشي عبد اللطيف جميل او بمشي تايوتا بغير الزيت بتاع العربيه بتاعتي، ده بروجكت. ما قاعد تجينا يا ريس. نعم ما قاعد تجينا يا ريس، زوقت لك فتره طويله ما جيتني. عامر يا اخي والله مشتاقين بعدين. شفت طلع لنا واحد من الناس مهندس من عبد اللطيف جميل، يعني قبضني طوال. طيب يعني شغل مثلا بيكون كل شهر انا بمشي بغير الزيت بتاع العربيه، كويس ده ما بروجكت. انا عندي في الـ في الـ في الـ عندي مثلا في الشغل يوميا بفتح الايميل بتاعي، كويس ده ما بروجكت. زي شراء الحاجات اليوميه للبيت برضو ما هو بروجكت بالضبط كده. الشوبينج مثلا ده ما بروجكت. الفواتير اللي انت بتدفعها، كويس الفواتير اللي انت بتطلعوها يا خالد ويا عامر كل شهر بترسلوها لل 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 لناس الانشورنس ولا لواتيفا، دي ما بروجكت. اوكي ده اوبريشنال ورك. اوكي اوكي تمام يا شباب. ايوه تمام good. تمام طيب ممكن ادي اكزامبل ثاني؟ نعم ممكن ادي اكزامبل يعني مثلا بسيط عن شنو؟ عن نفس الشغل اليومي ولا البروجكت؟ يعني الفرق بين البروجكت والاوبريشنال. حلو جدا. البنيان مثلا دار ابني انت شغاله وين ولا بتدرسي؟ لا شغاله وين؟ شغاله في كليه. شغاله في كليه كويس.
لكتشر. انت بتدي محاضرات مثلا في يوميا بتدي مثلا او في الاسبوع بتدي 3 محاضرات في السيمستر كله، يعني في السيمستر عندك 3 يوم بتمشي الكليه بتدي محاضره، ده ما مرجك، ده ما مرجك، ده شغل متكرر اوكي. لكن انت مثلا في البيت فرتكتوا المطبخ بتاعكم عايزين تعملوا مطبخ جديد اوكي، ده بروجكت، ده مشروع. عندك في الجامعه سنويا بيجوا بيفحصوا الحاجات بتاعت الكهرباء، اي جهاز بتاع كهرباء، ده ما بروجكت، ده ما بروجكت. ممكن نحن ننفذه ببروجكت لكن هو في حد ذاته ما بروجكت اوكي. ما الفكره وقعت ولا لسه؟ يعني لو سمحت لي، لو سمحت لي يا دكتور. اتفضل اتفضل. ايوه يعني الان احنا لو بنعتبر انه اي عمل كيف بنقوم به في فتره زمنيه محدده عنده بدايه وعنده نهايه وعنده نتيجه، هذا يعتبر بروجكت. اكسلنت. اما الاعمال وعنده ريزون برضه، وعنده ريزون ايوه. اما الاعمال الاوبن اندد اللي ما عندها بدايات وما عندها نهايات اوكي، قد لا تكون بروجكت. يعني الان كمثال لو احنا اعتبرنا صرفنا اليومي على البيوت لا يعتبر بروجكت، صرفك اليومي على 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 اولادك كمثال لا يعتبر بروجكت، السوشيال ورك اللي انت بتعمله في الحي حقك قد لا يعتبر بروجكت. فعاده الاونجوينج اي شيء اونجوينج مستمر يعتبر اوبريشنال ورك صح؟ بالضبط كده ايوه. عندك مثلا دار تعمل رحله كويس، عايز تعمل رحله مع ناس البيت او براك، دي بروجكت، لانك انت الرحله ما بتعملها كل شهر. يس اوكي. ممكن تعملها كل سنه لكن انت كل سنه بتكون مختلفه، يعني الريزلت بتاعتها انك انت تجي من الرحله دي مبسوط، بتعمل شوبينج، بتلاقي ناس اوكي. فدي بروجكت تمام. طيب نمشي للبروجكت مانجمنت خلاص. نحن في هنا انه البروجكت يعني شنو بروجكت اوكي. نجي نشوف البروجكت مانجمنت. البروجكت مانجمنت دي يا شباب هي تطبيق للمعرفة أوكي وللمهارات وللأدوات عشان نحن نطلع بروجكت حسب الكاستمر اللي عايزه أو حسب الشركة عايزاه أو حسب الحكومة اللي عايزاه أوكي. دي البروجكت مانجمنت. طيب ليه نحن دارين نعرف البروجكت مانجمنت؟ لأنه البروفيشن ذاته الحاجة دي يعني حصل فيها growing، يعني حصل فيها تزايد، يعني الناس المحتاجين يعرفوا يتعلموا البروجكت مانجمنت كل سنه في زياده. يعني انا لو وريتكم الاستاتستيك بتاعت البي ام اي السنويه، الناس بيمتحنوا في البي ام بي وصلوا ملايين اوكي. دي ما كانت في قبل 10 سنه، ما يعني كان زي 600,000 400,000 في العالم كله اوكي. الحاجه دي اتزايدت، يعني هسه حتى عندنا في الجامعات بدا يدخلوها ككورس من ضمن البكالوريوس او الماجستير اللي انت بقراه اوكي، او اللي انت بتقريه. برضو يا جماعه البروجكت مانجمنت اللي هي سيستم، انت بالسيستم ده بتمشي فيه من A to Z عشان تصل للتدير البروجكت بتاعك وتطلعه بالنتيجه اصلا انت من البدايه قومت بها البروجكت، سواء كان social needs، سواء كان إن هي legal requirements أو هي business demand. أوكي يا شباب، دي ليه نحنا بنستخدم البروجكت management، البروفيشنال management. ليه نحنا بنستخدم؟ ليه نحنا عايزين أصلاً ندرس البروجكت management؟ ليه نحنا عايزين نعرف إدارة المشاريع؟ أوكي، اللي هي دي الأسباب دي. أوكي يا شباب. طيب نمشي. ايوه طيب، نحن يا جماعه عندنا في اي بروجكت عندنا حاجه اسمها بروسيس. بروسيس اللي هي شنو بالعربي؟ بروسيس معناها عمليات او عمليات. يس اجراءات اوكي، دي البروسيس. طيب اي بروجكت يا جماعه بتحصل فيه الحاجات دي كويس. طيب عندك اول حاجه البروجكت لازم يكون فيه initiate.
الو الو الاتصال فصل شكله كده. ما ايوه انا بفكر ان عندي في زول بيتكلم فصل من عنده هو بس. اوكي الو ايوه بس معلش بس الانترنت. طيب طيب ورجعت يا جماعه، انتم شايفين شايفين الدائره دي؟ شايفين وين يا ايوه وين يا الدائره؟ شايفين الدائره دي هنا اللي انا عامل عليها هنا؟ مش في دائره وفيها خمسه مستطيلات؟ ايوه. طيب ايوه الدائره دي يا جماعه دي مهمه جدا جدا، ولازم نحن من نسع نبدا نخط لها بالنا. اوكي اللي هي دي اسمها البروجكت مانجمنت بروسيسز جروب، دي اللي هي نحن الستيج بتاعت البروجكت بتاعتنا، دي المراحل بتاعت البروجكت بتاعتنا. اول مرحله اللي هي الانيشيتنج اللي هي الـ الـ البدايه. كويس، انت بتبدا المشروع كيف؟ اول حاجه بتبدا المشروع لازم يكون عنده سبب زي ما اتفقنا. اوكي، لازم المشروع يكون عنده سبب. السبب ده بيجي من منو؟ بيجي من الحكومه، بيجي من الشركه اللي انت خاتي فيها شغال فيها، بيجي من الكاستمر. كويس، الكاستمر جا قال لك والله انا عايز لي مطبخ. كويس، طيب في حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه، انت لما تتعامل مع الكورس ده انت البروجكت مانجر، دي مهمه جدا جدا. يعني انت سيدي بتفهم في عايز تفهم الحاجات بروجكت مانجر، دائما خد في راسك انك انت بروجكت مانجر. حتى لما تجي بعدين ان شاء الله تجاوب على الاسئله بتاعت الامتحان، دي حاجه مهمه جدا الحمد لله انه ذكرتها سيدي. لما تجي تجاوب على الاسئله بتاعت الامتحان خد نفسك انك انت البروجكت مانجر. هو السؤال ما حيسالك يقول لك انت اف يو ار ا بروجكت مانجر، او لو انت مدير للمشروع، لو انت دار تمتحن بالعربي ما حيسالك السؤال ده. ما سالك السؤال ده معناه انت ضمنيا انت مدير المشروع. اوكي يا شباب، اوكي. طيب اي بروجكت، نحن الحاجات دي كلها حجوها بالتفصيل بس الليله زي ما قلت لكم انترودكشن. طيب اي بروجكت يا جماعه بيبدا بالانيشيتنج. الانيشيتنج اللي هو بيكون عنده سبب زي ما قلنا قبل، ريزون انه يكون بروجكت. الحاجه الثانيه انه يكون في بزنس كيس. البزنس كيس ده يا جماعه ممكن يكون كلام، ممكن المدير يتصل بيك قال لك يا اخي نحن عايزين نغير الكمبيوترات كلها في الشركه. في زول بيتكلم يا جماعه معلش، انا افضل تعمل ميوت للمايكس. اوكي، طيب انك انت يعني في الشركه بتاعتك مثلا المدير ضرب لك تليفون وقال لك والله يا خالد نحن عايزين نغير الكمبيوترات كلها لكمبيوترات جديده. اوكي خلاص، ده مشروع. انت كبروجكت مانجر يا عامر يا نهاد يا خالد، انك انت بعد ده تبدا تنفذ المشروع بتاعك ده كيف؟ اول حاجه الانيشيتنج، بتلم الورق ده كويس كله. اول حاجه يكتب لك ايميل، او هو رسل لك رساله، او جاك باجتماع معك. كويس، انت بتكتب انه خلاص والله ده المشروع نحن عايزينه. دي اسمها البيزنس كيس يا جماعه، مهمه جدا جدا. وبعد شويه احنا حنجي نعرف البيزنس كيس دي معناها شنو. اي مشروع ما بيقوم بدون بيزنس كيس، عشان كده نحن بنقول البيزنس كيس دي يا جماعه هي شهاده ميلاد المشروع. اوكي، يعني ما في مشروع بيقوم بدون بيزنس كيس. البيزنس كيس ده يمكن يكون مكتوب، ممكن يكون مكتوب في ايميل، ممكن يكون مكتوب في ورقه، ممكن يكون انت ضربت تليفون للمقاول يا اخي والله دار لي مطبخ. كويس، المقاول ده ما حيقول لك والله كده اكتب لي ايميل او امشي رسل لي، حيجيب ناس ويجيك ويمتروا وبعد ذاك يديك الكوتيشن. اوكي، طيب يعني ده اشبه بالاعتماديه او الاعتماد، يعني تقريبا حاجه كده. ايوه كويس. طيب نحن خلاص جهزنا الانيشيتنج، نحن بعدين حنجي نعرف انه الانيشيتنج دي حتتعامل كيف. اوكي، حنمشي للمرحله الثانيه اللي هي مرحله التخطيط. التخطيط دي مهمه جدا جدا. كويس، التخطيط اول حاجه بتخطط الحاجات اللي عايز تعملها شنو في البروجكت، والحاجات اللي ما المفروض تتعامل شنو. لانه ممكن الزبون ده يجيك في لحظه يقول لك والله يا اخي اسمع انت ليه عامل لي اللون ده بيجي؟ والله انا عايز اللون ده مثلا احمر. تقول له نعم، انت ما اتفقت معي قبل في البيزنس كيس انه داير اللون ده كده؟ لا انا ما حقدر اغيره. كويس، دي مهمه جدا جدا انك انت تعرف الحاجات المفروض تتعامل في البروجكت شنو. عندنا حاجه يا جماعه اسمها الجولدن بليت اللي هو الصحن الذهبي. الصحن الذهبي ده شنو يعني؟ مثلا انت فضل لك باقي ماتيريالز او باقي مواد
بعد ما خلاص عملت المطبخ دارت تعمل للراجل ده كده صندوق برا عشان خد فيه جزمه. دي ممنوعة في المشاريع. ما تفكر انك انت كبروجكت مانجر تعمل الحاجات دي. تعمل الحاجات بس اللي اتفقت معاه على 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 مع الزبون في البداية. اوكي، اي حاجة بعد ذاك الزبون طلبها دي عندها اجراءات تانية، دي اسمها تشين مانجمنت، حاجة نتكلم عليها تاني. لكن انت من نفسك ما تشيل باقي عدتك، تشيل باقي المواد بتاعتك وترجع الشركة بتاعتك، ما عندك معه اي علاقة. اوكي، لانه الحاجة دي بتضر سمعتك، بتضر بتأخر وقتك انت، لانه وقتك محسوب كمدير مشروع كويس. وبعدين المواد دي يا يتحسب بها الزبون يا حسب يتحسب بها الشركة بتاعتك كويس، والاثنين في كل الأحوال الشركة ما في شركة والله بتدفع لك لأنك أنت مثلا عملت حاجة زي دي. أوكي، دي اسمها الجولدن بليت، تذكروا وقد تعمل حاجة الزبون أصلا يكون ما عايزه وما راغب أو ما تعجبه بالضبط حيجي يقول لك فرتيقة. أيوة، فدي اسمها الجولدن بليت. أوكي، طيب عملنا البلانينج بتاعنا كله، حنجي نشوف إنه البلانينج بتاعنا ده يا دكتور. نعم تفضلي. في الحتة دي مش مفروض يكون برضو في نوع من الفلكسبيليتي على إنه يا أخي أنا كزبون الحاجة دي ما عجبتني، أنت زول بتاع مدير مشروع مفروض يعني، أو أنا بتخيل إنه يا أخي مثلا الحاجة دي ما عجبتني. أوكي، دي ما قلت لك، دي عندها إجراءات. أيوة صح مظبوط، دي عندها إجراءات تانية، دي عندها إجراءات تانية. يعني دي ما أنت طوالي الزبون ده جا قال لك والله بعد ما اتفقتوا عليه انه اللون ده بيجي وعملت كل شيء، يجي يقول لك لا غير بعد ما انت نفذته، يجي يقول لك لا انا ما عايزه كده. كويس. اوكي، ما عايزه كده دي عندها نحن حنشوف بعدين في حاجه اسمها تشينج ريكويست كوميتي، في لجنه بتاعه اللي هي التشينج ريكويست اللي هي طلبات التغيير. كويس. تمام، نحن حنشوف اللي قدام. يعني دي بتقع، ما بتقع في البلانينج، دي بتقع في المونيتورينج اند كنترولينج اللي هي في المراقبه والتحكم، في حاجه اسمها التشينج ريكويست. اوكي، عملت البلانينج بتاعك كل زمن الوقت سوري الزمن الريسورسز المواد الحاجات المفروض تتعمل في البروجكت، شنو المخاطر برضك عملت حسبتها حساباتها. كويس، لو حصل كده مفروض يحصل كده. كويس، دي كلها انت عملت لها بلانينج. الستيك هولدرز الناس المؤثرين على المشروع، بعد شوية حنجي نعرف يعني شنو الناس المؤثرين على المشروع. كويس، ده كلهم عملت لهم بلانينج في اللي هي في المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة بتاعت التنفيذ. اوكي، مرحلة التنفيذ انت بتنفذ حسب الحاجة، حسب الخطة. كويس، ما حتنفذ حاجة برا الخطة. كويس، بتجي المرحله الرابعه اللي هي مونيتورينج وكنترولينج. انت بتعمل مونيتور مراقبه وتحكم للشغل بتاع البروجكت ده. كويس، يعني انت خلاص جبت الناس شغالين في المطبخ وكده، انت كبروجكت مانجر بتراقب الناس ديل اشتغلوا الليله مثلا، عملوا الفريم بتاع المطبخ، بكره جاء عملوا حسب الخطه. اوكي، لانك انت عامل لهم خطه يوميه يجي يشتغلوا شنو. اوكي، حسبت المخاطر انه والله يا اخي الكهرباء لو قطعت، نحن بنشتغل بالليل، الكهرباء لو قطعت حنحصل شنو، والله نحن عندنا جنريتر صغير حنشتغل بيه. اوكي، وهكذا. حصل اي حاجه في المونيتورينج اند كنترولينج، حصل اي حاجه بنقوم بنوديها للجنه بتاعه التغيير، والله يا جماعه حصل كده. اللجنه بتاعه التغيير دي فيها الكاستمر ذاته الزبون، وفيها مدير الشركه او مدير القسم. اوكي، حسب نوع الشركه اللي انت شغال فيها، وفيها انت. كويس، وفيها مسؤول حكومي لو المشروع عنده علاقه بالحكومه. اوكي، دي المسؤولين اسمهم لجنه التغيير، اللي هو بيشوف انه التغيير ده بيدرسوه، بيشوفوا هل التغيير ده هيكلف شنو، بعد ذاك ممكن ينفذوا وممكن يرفضوا. اوكي يا شباب، الاكسكيوت اكزيكتيف دي ولا شنو، ما الكوميتي التشينج ريكويست كوميتي، تشينج ريكويست كوميتي. اوكي تمام، حنجي نتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. طيب تمام، المونيتورينج والكنترولينج ده يا شباب ما بالضروره يمشي للكلوزنج، ممكن انت عملت حاجه يعني عملت برودكت مثلا، انت عملت مشروع ده بالذات في المشاريع الضخمه انت عملت خلاص المطابخ للعماره كلها. اوكي، خلاص انتهينا،
المرحلة الثانية انك تركب الحمامات، اوكي؟ بتجي راجع ثاني للبلانينج. المشروع بتاعك لسه ما اكتمل، لانه المشروع بتاعك ده انك انت دار تعمل حمامات ودار تعمل مطابخ للعمارة دي كلها، اوكي؟ فانت كل ما انتهى ستيج بتجي راجع ثاني للبلانينج وتمشي ثاني كده يعني بتلف هنا، اوكي؟ الا في حالة انك انت والله مياخد التركيب المطابخ ده مرحلة، ما هتبدأ في المرحلة الثانية إلا لما تخلص كل شيء وانتهيت منه، بعد ذلك تاني هتبدأ مشروع جديد اللي هو هنا بتمشي للكلوزين بتكفل المشروع، وبعد ذلك تاني بتبدأ من جديد، أوكي؟ لكن لو كان تركيب الحمامات نعم هاي اسمها إنسبكشن ده أيوة هاي اسمها إنسبكشن الإنسبكشن ده في المونيتورينج آند كنترولينج المونيتورينج آند كنترولينج المراقبة والتحكم سؤال جميل طيب أيوة. انت مثلا احنا عندنا المشروع بتاع المطابخ كويس اخذناه مشروع علي يعني مرحله في يعني مشروع قائم بذاته خلصنا منه الكلوزنج أيوة. اوكي طيب في الكلوزنج ده يا جماعه اول حاجه انك انت تتاكد انه الكاستمر موافق على الحاجه اللي انت سلمته لها زي ما هو عايزها اوكي حتى لو كان في تغيير انت اتفقت عليه في المرحله بتاعت المونيتورنج اند كنترولينج اتفقتوا على تغيير برضه لازم هو يكون يجي امضى عليه اوكي انه والله استلم الحاجات كلها طيب في حاجه اسمها ليسون ليرند الدروس المستفاده من المشروع دي مهمه جدا جدا الدروس المستفاده من المشروع دي انت عايزه ليه لو انا سالتكم مثلا يا جماعه تجنب الاخطاء مستقبلا اكسلنت فيري جود انك انت يعني لما يجيك مشروع ثاني اي خطا حصل معك في المشروع ده ما حيتكرر في المشروع الثاني تطوير برضك المشروع زي ما نقدر نطوره فيري جود التطوير في الـ في الـ في المشاريع اللي انت حتستلمها كويس جديد الاليات بتاعت التنفيذ بتعلم منها بتكون في حاجات يعني متجدده ممتاز ممتاز اخذت خبره ممتاز ممتاز جدا جدا لقيت انه والله عندك عمال سيئين انا ثاني ما بجيبهم لقيت عندك معلمين بتاعين مثلا بياض ممتازين ده اللي انت حتكون تاخذ تليفوناتهم وتقول لهم خلاص انا ثاني حاتصل بكم في اي مشروع جاي ممكن نقول معرفه نقاط القوه والضعف بالضبط كده انت اختصرت علي تمام معرفه نقاط القوه والضعف اوكي دي مهمه جدا اوكي اللي هي نعم زي اللي حصل في الصين كونوا بنوا مستشفى في 10 ايام دي كلها ليسون ليرن كانت بالضبط كده انت ذات الليسون ليرن دي ما بالضروره تتعلمه من البروجكت اللي انت شغال ممكن تستخدمه من بروجكت ثاني اوكي تقول والله نحن في الشركه الاي عملت المشروع بي والحاجات ضمن الاخطاء اللي عملوها عملوا كده 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 انت بتجي بتدرس عشان ما تتكرر عندك تمام هو في حاجة بس عايزة أضيفها يعني أو هو إحنا دلوقتي ما نيجي نعمل مشروع فإحنا مضطر إن أنا هنزل المكان الأول وبعد كده أقول لهم أشوف عمل تقييم في المكان هو فعلا محتاجين المشروع ده ولا لأ يعني مثلا لو هدفع ممكن هفتح حضانة فممكن يقول المكان ذات نفسه يرفضه الحضانة أو يرفض فلازم أعمل تقييم تقييم المكان ممتاز ممتاز دين إحنا حنجي ممتاز ممتاز جدا والله ما شاء الله أنتوا يعني كلاس ممتاز شاطرين والله كلكم ما شاء الله 10 من 10 دي حنجي نتكلم عنها يا ندى في الستيك هولدرز اللي هو الناس اللي بيأثروا على المشروع منهم المكان والناس اللي حوالي المشروع كويس ممكن الناس زي اللي اشتكوا يقولوا والله المشروع ده بيعمل لنا إزعاج ممكن يعني حنجي نتناقش في الحتة دي كلها ودي فعلا دي في البداية بتاعت المشروع الانيشيتنج اللي هي إنك أنت تتأكد إنه المشروع ده ما فيه أي obstacles ما فيه أي حاجة بتعيقه اللي هي معوقات المشروع حنجي بعد شوية نتكلم عن معوقات المشروع هي شنو تمام أنا والله مبسوط يا جماعة إنكم أنتم ما شاء الله يعني ماشي معي كويس يعني في سؤال والله أمشي في سؤال السلام عليكم عليكم السلام أنا دائما بسمع في حاجة اسمها conceptual design للمشروع في مرحله الانيشيشن اللي هي مرحله البدايه يعني شنو كونسبت ديزاين لمشاريع التشييد يعني كونسورتيوم ولا شنو كونسبشوال كونسبشوال اوكي كونسبشوال دي اللي هي شنو اللي هي المفهوم مش
ايوه ايوه اللي هي دي المفهوم ذاته بتاع انك انت حتدير المشروع ده كيف كويس، اللي هي من ضمن الفريم ويرك بتاع المشروع ذاته شنو كويس. فنحن هسه بنتكلم عن الحاجه دي كلها مع بعض يعني، اذا كان دي الاجابه. يعني انا ما قصدي كده، قصدي مثلا لمشروع يعني مثلا عماره. طيب لما تجي تبني العماره قبالة التصميم الاساسي الديزاين حق العماره دي الطابق الاول والثاني والثالث في حاجه اسمها conceptual design، بس ما قادر افهمها بالضبط كده يعني. اوكي conceptual دي حقيقه ممكن لو في زول بتاع construction هنا ممكن يقولها، لكن هي دي انا حسب فهمي ليها انها من ضمن الحته بتاعت الانيشيتنج، من ضمن الحته بتاعت البلاننج كويس، اللي هي انت بتعملي بلاننج لانه البروجكت بتاعك ده الحاجات المفروض النتيجه بتاعته تكون شنو؟ الدراسات، الحاجات اللي علاقه بال يعني مثلا اذا مباني اذا كده بتكون المقاسات الزوايا افتكر كده انا والله اعلم منه بطريقه هي دي. نعم هي اصلا انت الحاجه بس المفروض تفهميها هنا هي من ضمن البلاننج اوكي، لانه البي بي البروجكت مانجمنت يا جماعه ما يا جماعه نعم البروجكت مانجمنت البروجكت البروفيشنال البي ام بي البروفيشنال مانجمنت البروجكت مانجمنت بروفيشنال لاي مشروع، ما بالضروره يكون مشروع بتاع بناء، اللي هي انت قالب بتاع مشروع بتفهمه. اي يديك العافيه، انا كنت عايز اقول النقطه دي انه دي حاجه عامه، لما نجي عند التخصصات بتختلف بعض الحيثيات الثانيه بالضبط. يعني الآن كمثال نعم تختلف الهندسه الانشائيه عن كمثال عن الاي تي في الشغل وحاجات، فبيكون في تفاصيل دقيقه بتختلف على حسب التخصص. تمام شكرا جزيلا. يعني حاديكم مثال في النهايه كده انه لواحد من مشروع فيه بيكون شويه اختلاف في الطريقه بتاعه التنفيذ بتاعته. اوكي نجي للبروجكت مانجمنت نوليدج اريا. طيب البروجكت مانجمنت نوليدج اريا دي يا شباب اول حاجه دي مهمه جدا تحفظوها كويس، من الليله لحد بكره على الاقل تكونوا حفظتوا 8 منها، يعني حفظتوا الترتيب بتاعها كويس. طيب دي شنو؟ دي اللي هي انك انت لما تجي تعمل المشروع دي الحاجات اللي بتقسم فيها الاكتيفيتي بتاعت المشروع اوكي، اللي هي من الاسم بتاع الانتجريشن مانجمنت. الانتجريشن مانجمنت دي اللي هي بالعربي اللي انا معليش بس مرات العربي بيضيع مني، لكن في الكتاب بالعربي ممكن توضح لكم الانتجريشن دي اللي هي كل ما بتجي بتخلي انه البروجكت ده يكون كله حاجه واحده كويس. الانتجريشن معناها تداخل بالضبط كده، اداره تكامل المشروع او تكامل. شكرا جزيلا يا شباب. فمن اسيما معناه هي بتدخل في كل واحده من الحاجات دي اوكي. طيب نمره 2 بنجي في الانتجريشن ده يا جماعه، اول حاجه انت بتجهز حاجه اسمها البروجكت تشارتر اوكي. البروجكت تشارتر ده يا جماعه وثيقه، هي الوثيقه بتاعت البروجكت بتاعك. يعني مثلا انت سيدي لو ماشي في الشارع لقيت انه في مشروع بيعملوا فيه، مشروع بتاعت مثلا بيحفروا في انابيب بتاعت مويه، بيعملوا فيه كهرباء، بتلقى في لافته كبيره كده مكتوب فيها اسم المشروع وبينتهي متين وكده يعني كويس. بتكونوا شفتوا الحاجه دي في اي مشروع تقريبا في الدنيا دي، انا لقيتني ايوه اوكي. دي مشكله طبعا. دي اسمها تشارتر، دي اللي هي الوثيقه بتاعت انه المشروع ده بيوري انه مدير المشروع اسمه منه، الاسم المشروع بينتهي متين وكده كويس، على اساس انه الناس يكونوا عارفين انه والله المشروع ده بينتهي متين اوكي. بعدين دي في الانتجريشن من اجي نتكلم عنها، دي كلها هي طبعا دي الاساس بتاع البروجكت مانجمنت، لكن بس انا بديكم عنها بس نبذه بسيطه كده بس عشان ما تخافوا منها كويس. في المرحله بتاعت الانتجريشن مانجمنت دي اللي هي انت بتجهز التشارتر ده اوكي، التشارتر ده اللي هو فيه البيزنس كيس اللي اتكلمنا عليه قبل، السبب بتاع المشروع شنو، الستيك هولدرز بتاعينك اوكي، الناس المؤثرين على المشروع كويس، انت بتكون اخذت اسمائهم كلها، اخذت الموافقات كويس، زي ما انت قلت ندى لو مشيت تعمل حضانه في الحته الفلانيه الناس مثلا وافقوا بتاخذ الموافقه بتاعتهم
مرات في ناس مزعجين جدا للمشروع، هم ما عنده علاقه بالمشروع، لكن بيجي بيقول لك والله المشروع ده عملنا، بتقول له اسمع انت ما عندك علاقه بالمشروع ده، حتى لو مشى اشتكاك ما حياخذ عليك حاجه. اوكي، فانت المفروض في الحته بتاعت الجبير، احنا تكلمنا الحته بتاعت الانيشيتنج، انت تكون عارف انه من بيأثر على المشروع، اوكي، عشان ما بعدين تحصل لك مشكله. طيب نجي للسكوب مانجمنت. السكوب مانجمنت دي يا جماعه بس باختصار كده انك انت المشروع ده مفروض تعمل فيه شنو وما تعمل فيه شنو. اوكي، مشروع بتاع مجاري بتاعت مويه، انت سوري دارين نعمل مثلا في دارين نعمل تصريف صحي، انك انت بس مسؤول من التصريف الصحي ده. لو جوك ناس الكهرباء قال لك والله دارين نعمل لنا كيبلات معناها تقول لهم لا سوري ده انا ما شغلي. اوكي، وبتحب بتخش فيها الحته بتاعت الجولدنج بليت، يعني لو فضلت معك اي حاجه تقول والله يا اخي دايما بدل 2 كيلومتر الندم نديه شويه كده 2 كيلومتر و10 متر مثلا، لا ما ممنوع انك انت بس الحاجه اللي اتفقت عليها دي تعملها. نجي لنمره 3 اللي هي سكيدول مانجمنت، اللي انت الحاجات بتاعتك مثلا المشروع ده والله انا مثلا تركيب المطبخ الفريم بتاعه بياخذ مني اسبوع، بجي برفعه فوق في الحيطه ده بياخذ مني اسبوعين. كويس، اللي هي دي ده التايم تيبل بتاع البروجكت بتاعك. اوكي، نجي للكوست. الكوست معروف انه البروجكت بتاعك ده هيكلف كم. اوكي، الكواليتي، الجوده مهمه جدا جدا انه البروجكت بتاعك ده انت بتقيس الجوده كيف. اوكي، وحنجي نتكلم انك انت بتقيس الجوده كيف في البروجكت بتاعك. ريسورسز اللي هي الريسورسز بتاعت البروجكت بتاعك، ريسورسز يا شباب بالعربي مصادرك، موارد. أيوة. موارد كويس، الماتيريالز بتاعت البناء، الناس الشغالين معاك كويس، دي برضو ريسورسز كويس، المعلومات دي كلها ريسورسز. اوكي، الخرائط زي ما تفضلت يا باشمهندس، اوكي، دي كلها بتخش في ريسورسز. اوكي، حاجه مهمه جدا جدا الكوميونيكيشن، انك انت هتعمل كوميونيكيشن مع الفريق العمل بتاعك كيف، هتعمل كوميونيكيشن بتتواصل مع الناس المؤثرين على المشروع كيف، بتتواصل مع البي ام، مع اللي هي اداره مكتب اداره المشاريع في الشركه بتاعتك كيف. اوكي، دي مهمه جدا جدا، لانه مرات انت بتكون في مشروع المشكله الوحيده اللي بتطلع عين المشروع ده وتنكبه اللي هو التواصل. اوكي، يعني واحد من الستيك هولدرز او الناس المؤثرين يقول لك والله يا اخي انا ما سمحت بالموضوع ده، وانت رسلت له ايميل واي حاجه وهو ما فتح الايميل، يجي يقف يجيب عكاز ويقف ويقول لك لا والله المشروع ده ما يكتمل، وانت خلاص قربت تخلص. هذه انت لازم يكون عندك طريقه انك انت تتواصل تتاكد انه المعلومه اللي انت عايز توصلها للشخص ده وصلت كيف. عندنا رقم 8 دي مهمه جدا جدا، ممكن دي من اكبر النوليدج اريا في 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 البروجكت مانجمنت، اللي هي الريسك مانجمنت، اداره المخاطر. اداره المخاطر دي مهمه جدا جدا، وان شاء الله يعني حناخد فيها، انا عشان كده اديتها يمكن 3 يوم نتناقش فيها عشان نتاكد انه الحته دي يعني كويس. بعد ذاك البريكومنت مانجمنت اللي هي المشتروات. اوكي، في فرق بين بين الكوست والمشتروات. المشتروات اللي هي الكوست اللي هي الميزانيه، انت بتعمل تخط الميزانيه للمشروع بتاعك. البريكومنت المشتروات بتاعتك، انك انت هتشتري الحاجات دي من سبلاي واحد، من مورد واحد. طيب المورد ده لو تاخر ما جاب لك الحاجات في الوقت، ما جاب لك مثلا السيخ في الوقت المناسب، انت هتعمل شنو؟ المشروع بتاعك هيتاخر، حاجه نشوف الحاجات دي. اخيرا الستيك هولدر مانجمنت اللي هو الناس المؤثرين على المشروع. الناس المؤثرين على المشروع يا جماعه، اي شخص عنده علاقه بالمشروع، انت كمدير مدير المشروع، انت ستيك هولدر، الزبون اللي انت حتنفذ له المشروع ده هو واحد من الستيك هولدر، الحكومه، الناس الساكنين لو مشروع انشائي، الناس الساكنين في المنطقه. اوكي، ديل كلهم انك انت لازم في البلانينج بتاعك، انك انت او في الانيشيتنج انت لازم تكون سجلتهم كلهم، عرفت علاقتهم شنو بالمشروع، واخذت الناس الخلاصه اللي اتاكدت انهم مؤثرين، تاخذ ارقام تلفوناتهم او تشوف طريقه التواصل معهم كيف. تمام يا شباب؟ تمام. تعبتوا ولا حاجه؟ لا بالعكس. اوكي، ما يعني خلاص احنا قربنا نخلص يعني، ما لكن احنا خشينا بعد ده في البايزوي، خشينا في اللحم الحي.
اوكي. النولج بروسيس دي يا جماعه، النولج ارياز دي ما تخوفكم، لانه حنجي نفصلها بالنتوله بالبحث يعني. اي واحده فيهم انا مديها يوم، وفي وحدات مديها اكثر من يوم. اوكي اوكي. طيب نمشي للبروجكت مانجمنت اوفيس. اي شركه يا جماعه فيها حاجه اسمها بروجكت مانجمنت اوفيس، اوكي، اللي هو مدير مكتب المشروعات. اوكي طيب، مكتب المشروعات ده بيختلف الـ 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 التاثير بتاعه على المشروع. ممكن يكون اللي هو قسمون عليه ثلاثه، ممكن يكون سبورتيف. سبورتيف ده مثلا يعني بس بيديك الـ لو قبل كده في مشروع يتنفس بيديك الليسون ليرد يا خالد، اللي انت مثلا المشروع اللي تقول له والله المشروع اللي يتنفس قبل كده نحن دايرين الليسون ليرد بتاعه، هو بيديك ليه، بيديك التمبلت لو في اي تمبلت بتاع مشروع مثلا، انت مثلا فورمات الابلكيشنز دي كلها ممكن يديك ليها. ثاني ما عنده علاقه يعني، ثاني ما عنده تاثير بالحاجه دي كثير. اوكي في كنترولينج ده يعني بيديك الحاجه دي وبرضه بيخش في شغلك. اوكي بيخش في شغلك في كمدير مشروع يعني، ممكن يخش معاك يناقشك، ممكن يخش معاك في يدخل في إدارة التغيير اللي قلنا عليها قبل، ممكن يخش فيها. اوكي في نوع ثالث دايركتيف. دايركتيف ده هو بعينك انت المشروع. معلش يا دكتور، يخش معاك استشاري مثلا، يتابع معاك النقاط اللي بتتم على العمليات. ايوه نعم، ده اللي هو ده الاستشاري. نعم يخش معاك استشاري. النوع الثالث اللي هو الدايركتيف ده بعينك انت ذاتك يعني، بيمشي بيفتش بيجيب والله عامر ده نحن دايرين انه يكون مشروع، بيعمل معاك الانترفيو بعينك هو، ده هو بيكون انت يعني، ده هو اللاين مانجر بتاعك، هو ده رئيسك في العمل. اوكي فدي بتختلف النوعيه بتاعت مكتب المشاريع، بيختلف من شركه لشركه، لكن دي الانواع بتاعته الثلاثه. انه سبورتيف بيساعدك بس بالورق بالدروس المستفاده من المشاريع الثانيه، بقولها لك لو واحد من العمال مثلا ما عارف المشروع شغال فيه ممكن يوجهه يقول والله انت شغال مع عامر او انت شغال مع ندى او كده يعني. كويس الكنترولينج ده بيخش معك كاستشاري. كويس الدايركتيف ده هو مسؤول منك يعني، هو المسؤول مسؤوليه مباشره، عشان كده سموه دايركتيف، مسؤول منك مسؤوليه مباشره ومسؤول من المشروع معك يعني، فده بخش معك في اي حاجه يعني، ده بي 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 بيكون هو الوصي عليك يعني. تمام تمام يعني مقاول يعني هو. نعم. الاستشاري بيجيب مقاول؟ لا انت اللي بتجيب المقاول، انت مدير، هو بيجيبك لا لكن هو بيجيبه. انت اللي بتجيب يعني، انت هو بيجيب دي وين الكنترولينج ولا الدايركتيف؟ رقم ثلاثة. رقم ثلاثة بعينك انت، لكن ما انت بتعين المقاول يعني، بعينك انت مثلا كمدير مشروع، لكن انت اللي بتجيب المقاول. اها خلاص. والكنترولينج الكنترولينج ده بيخش معك بس استشاري يعني، ما براغبك، ما عنده معك انا يعني، بيديك الورق كله، بيديك يديك جايد لاينز انك انت كيف المشروع ده تديره وكده، لكن ما عنده علاقه بك يعني، ما رئيسك المباشر. والسبورتيف ده بس بيديك الورق بس يعني، بيديك مثلا داير مثلا ابلكيشن فورم بتاع مثلا المشتروات بيديك له، عايز مثلا والله كده اديني الدروس المستفاده من المشاريع القديمه بيديك ليها. كويس واحد من العمال ما عارف انه والله المشروع بتاعه وينه، ممكن يساعده يقول له والله مشروعك مع المدير الفلاني يعني، شغله يعني بس مساعده لك بس يعني، زي السكرتير يعني بس. لكن ما ما ما, ما عنده، ما بيتخذ معه قرار. اللي بيتخذ معه قرار الدايركتيف رقم ثلاثة. الدايركتيف ده ممكن يوقفك من الشغل وممكن يوقف المشروع ذاته. يا سبورتيف ده اشبه بالدعم الفني تقريبا، دعم فني ممكن تقول. يس فتح الله عليك. الدايركتيف ده دائما بيكون شنو، بيكون في المشاريع، بيكون في الشركات الكبيره. كويس بيكون في الحكومه دائما، المصالح الحكوميه المكتب المشاريع فيها بيكون دايركتيف يعني، ممكن يوقفك من الشغل وممكن يعينك وممكن يوقف المشروع كله.
طيب انا شغال في شركه بنشتغل كلوكال لوزاره النفط. طيب فوزاره النفط الحاله تكون هي دايركتيف. لو وزاره النفط هي اللي بتعين مدير المشاريع عندكم معناها هي دايركتيف. ايوه تمام. لكن غالبا غالبا وزاره النفط الا تكوني شنو انت ما شغاله مع وزاره النفط، انت شغاله مع شركه اللي هي شركه ثانيه ما مع الوزاره مباشره. يعني بس بتنفذ. ايوه احنا كنا بنشتغل للوزاره بننفذ لها. بتنفذ لها معناها انت الوزاره ما 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 أنا. يعني الوزاره هنا ستيك هولدر. اوكي تمام. اوكي اوكي. اي سؤال عن الثلاثه؟ طيب نمشي لقدام شويه. ده السؤال ده يا جماعه قال لك دانا تخليه جاوبته ذاته. One of your team members inform you that none of the main projects he's working on the most important. يعني هو ما عارف انه المشروع المهم وين هو شغال فيه. طيب ده منو؟ شوف السؤال ده كيف. السؤال ده بالمناسبه عنده شقين، ودي الاسئله بتاعت البي ام اي. شوف هنا قال لك ذاك سيناريو والسؤال مختلف تماما عن السيناريو. اوكي قال لك انه واحد والله من الناس ديل ما عارف هو شغال في البروجكت وينه. اوكي طيب منو اللي بيقول والله انه المشروع ده مهم والمشروع الثاني ده اقل اهميه والمشروع الثالث ده ما مهم شديد؟ منو اللي بيحدد الحاجه دي؟ الكنترولر از ات. منو الكنترولر؟ عنده اسم مكتب المشروعات. مكتب اداره المشروعات. يس دس اداره المشروعات. البروجكت مانجمنت اوفيس وينو فيون؟ وينو فيون اللي بيحدد انه المشروع ده مهم ولا ما مهم؟ الدايركتيف تقريبا. الدايركتيف والكنترولينج الاثنين. الاثنين ده اللي هم اللي بيحددوا وينو المشروع. كنترولينج والدايركت. يس الاثنين. تمام ممتاز ممتاز. معناها انتو يو دوينج فيري ويل. اوكي طيب نجي لحاجه اسمها يا جماعه البروجكت مانجر رولز، يعني المهمات بتاعته شنو. طيب عندنا حاجه يا جماعه حاجه اسمها فانكشنال مانجر. فانكشنال مانجر ده يا جماعه بيكون رئيس قسم، بالعربي كده رئيس قسم. ده ما مدير مشروع كويس، ده بس بيكون رئيس قسم. لكن ممكن القسم بتاعه ده عنده مشروع، فهو ده بيقوم بيمشي بعين بعين له مدير مشروع. في الحاله دي بيكون هو دايركتيف، وحنجي نشوف هو دايركتيف ليه. اوكي عندنا حاجه يا جماعه اسمها بروجرام مانجر. اوكي خلينا اشرح لكم دي سريع. نحن عندنا يا جماعه عندنا ثلاثه انواع من المشاريع. عندنا المشروع، وعندنا البرنامج، وعندنا البورتفوليو. البروجكت ده يعني بروجكت واحد لحاجه واحده، تنفذ حاجه واحده. والله نحن عايزين الشركه بتاعتكم دي تنقل لنا انا بنفط من الخرطوم لبورسودان مثلا، ده مشروع واحد. اوكي لكن لو جاء قالوا لكم والله نحن عايزين شركتكم دي يا فاطمه تنقل الانابيب، وكمان تجيب لنا معدات من بورسودان من الميناء، انت معناها هنا عندك تو بروجكت. معناها هنا بيجا ما اسمه بروجكت، اسمه برنامج، اسمه بروجرام، زي برنامج الغذاء العالمي. كويس برنامج الغذاء العالمي اسمه بروجرام، فيه كميه بتاعت بروجكت، لكن الهدف الاساسي بتاعه انه هي تودي الغذاء للحتات المتضرره. اوكي عندنا مثلا الايرباص، الشركه بتاع الطيران ايرباص، لما يعملوا طياره واحده ده برنامج، لانه الطياره دي فيها الانجن بتاعتها. اوكي الماكينات يجي يركبوا الماكينات، بتركبها شركه معينه اللي هي روز رويس، في شركه بتيجي تركب الاجنحه، في شركه بتيجي تركب الكراسي، في شركه بتيجي تركب الكابينه بتاعت الطياره وكده. كويس معناها ده بروجرام. طيب البورتفوليو شنو؟ شركة ايرباص دي ذاتها عندها ثلاثة انواع من الطيارات، عندها ايرباص A30، وعندها ايرباص 32، وعندها ايرباص A33. دي ثلاثة طيارات. كويس؟ واي طيارة نحن اتفقنا انه هي فيها عشان ينتجوها بتعمل هي برا برنامج. اوكي؟
فالثلاثة برامج ديل نحن مسميهم بورتفوليو. وقعت ليكم الفرق بين البرنامج والبروجكت اللي هو المشروع والبروجرام والبورتفوليو. Yes. أصغر حاجة المشروع، المشروع ده حاجة واحدة يعني داري ينفذ حاجة واحدة محددة. تمام؟ البرنامج عايز ينفذ كم حاجة لكن في النهاية النتيجة واحدة. إنه والله أنا عايز النتيجة بتاعتي طيارة إيرباص موديل A30. المنتج واحد. المنتج واحد فتح الله عليك. البورتفوليو مشاريع متعددة، برامج متعددة حتطلع لي نتائج مختلفة لكن في النهاية النتائج دي بتاعت الشركة الأصلا بتاعتي اللي أنا عايزها. يعني البورتفوليو ممكن نقول هو منتجات الشركة. بالضبط كده، منتجات الشركة. نعم، زي مثلا تايوتا عندهم البرادو وعندهم yes. الكوريلا وعندهم كده ده بورتفوليو yes. أوكي. لكن السيارة في حد ذات الانتاج بتاعها، لأن السيارة دي بيجوا فيها كم يعني بيجوا ناس البودي براهن كم مشروع، فنحن مسمي برنامج الكواليتي. نعم أوكي. ففي كل الأحوال، في كل الأحوال يا شباب، لو كان بروجكت لازم يكون عنده مانيجر، لو كان بروجرام بيكون عنده مانيجر لكن تحته بيكون في بروجكت مانيجرز، بورتفوليو بيكون تحته البروجرام مانيجرز، وتحت البروجرام مانيجرز بيكون في البروجكت مانيجرز. تمام. لكن نحن الكورس بتاعنا ده يا جماعة بس عن البروجكت مانيجر، لكن دي بس فكرة عن الرولز بتاعت البروجكت مانيجرز في الثلاث حاجات دي. اوكي يا شباب. طيب لحظة بس، انا مش فاهمة اللقطة اللي في الأخيرة. طيب ما فاهمة وشنو هو الفانكشن ده؟ هو مكتب الاستيراد والتصدير. لا لا، الفانكشن هو مسؤول عن، هو بيورد من حاجه لحاجه ولا انا لا لا لا، الفانكشن مانجر اللي هو مدير الاداره في الشركه. مثلا في الشركه عندنا مدير اداره المشتريات، عندنا في الشركه مدير اداره العلاقات الخارجيه، عندنا مدير الموارد البشريه. اوكي، ده الفانكشنال مانجر. تمام. مدير قسم يعني. مدير قسم فتح الله عليك. نعم، مدير قسم. طيب البروجكت مانجر يا جماعه لازم اول حاجه يكون عنده النوليدج، عنده المعرفه اللي بيقدر ينفذ بها المشروع ده. المعرفه دي بتجي من وين؟ بتجي من الكورسات زي البي ام بي، وبتجي من الخبره. اوكي، وممكن تجي من انت درستها قبل كده في الجامعه او في الكليه او في كده. اوكي، البرفورمانس بتاعه مهم جدا جدا. يعني انت اذا عينت مدير لشركه، مدير مشروع في شركه معينه، عشان الشركه دي تديك مشروع بتجي بتشوف الاداء بتاعك كيف، انت نجحت في المشروع ده ولا ما نجحت. اوكي، فانت لازم يكون عندك الحاجات اللي بتخلي انك الاداء بتاعك يكون ممتاز. في حاجه اسمها اللي هو البيرسونال، حاجاتك الشخصيه. كويس، يعني انت مثلا فيري سمايلي مع الناس، ظريف جدا، فاهم اي واحد مشكلته شنو. واحد مثلا من العمال بتاعينك لا قدر الله مشى المستشفى، انت على الاقل بتضرب له تليفون، بتشوفه ماله كده. يعني دي الحاجات البيرسونال، ودي مفروض تكون في اي مدير مشروع. اوكي، طيب في حاجه يا جماعه اسمها الانتربيرسونال سكيلز. اوكي، معليش انا حاسس انه كده مشينا كثير، ولا المعلومات بقت كثيره، ولا رأي جماعة شنو؟ أنا عارف. هاي جماعة ما مشكلة، لو حسيت إنه والله الموضوع هنا ممكن نواصل بكرة، يعني لو حسيت أنت تعبت يعني. نسأل الناس. على العموم ما فضل كثير. لكن هو فضل كم سلايد؟ يعني فضل كلها زي 5 سلايد. 6 سلايد. أنت الآن في 16 وعندك. لا ما منكملين عشان المرة الجاية نبدأ حاجة جديدة. فيها اثنين فيها زي ثلاثة كده بس صور، يعني ما حاجة هنا يعني. وفيها اثنين أزيلة. خلاص نكمل. اوكي، باهي. تمام، طيب الانتربيرس سكيل دي يا جماعه، مثلا زي البروجكت مانجر لازم يكون قيادي، يكون عنده القياديه. اوكي، لازم يكون بيعرف انه يبني التيم بتاعه. اوكي، اعمل لهم تدريب، اعمل لهم دورات صغيره كده. كويس، يطلعوا يمشوا رحله مع بعض. كويس،
الموتيفيشن، يعني انت لازم يكون عندك تسير حماس الناس اللي انت بتتعامل دي التيم بتاعك ده، لازم يعني مثلا اي واحد تديه مثلا هديه، تديه جائزه بنهايه الاسبوع، كويس تحفيز بالضبط كده. الكوميونيكيشن دي فيري امبورتنت، انك انت كيف تتعامل، كيف تتواصل مع التيم بتاعك، وتتواصل مع المكتب المشاريع في الشركه، وتتواصل مع الستيك هولدرز. مهم جدا جدا انك انت يعني الانفلونس اللي هو تاثير الشخصيه بتاعتك، يعني انت لازم الشخصيه بتاعتك تكون شخصيه قويه، مش شخصيه باطشه ولا شخصيه، لكن عندك حضور. يعني لما تيجي تتكلم مع التيم بتاعك ده كلهم بيجوا بيستمعوا لك، كويس، ما 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 شخصيه منفره، اوكي، بتتخذ القرار السليم في الوقت المناسب، اوكي، بتكون عارف البوليتيكال والكلتشر اوارنس. يعني انت مثلا اشتغلت في السعوديه تكون عارف انه والله يا اخي الحاجات مثلا اللي بتضايقوا منها السعوديين اللي بتفرحهم وكده، يعني عشان انت بتقدر تتعامل معهم. مشيت السودان مثلا، اشتغلت في غرب السودان، في جنوب السودان، تكون عارف الكلتشر، عارف العادات والتقاليد بتاعتهم. يعني ما ممكن انت مثلا في دوله مسلمه اشتغلت مثلا تقول لهم والله دارنا اشتغل يوم العيد، ما في زول بيجيك، اوكي، ولا مثلا في مثلا في بريطانيا والله في الغرب انت شغال تيجي تقول لهم والله الكريسماس ما في واحد ياخذ اجازه، اوكي، ما ممكن، اوكي. عندك اللي هي الاقناع، بتقنع، يعني عندك وسائل بتاع اقناع يعني جميله، بتقنع الواحد انه يمشي معاك، يشتغل معاك، بتقنع الستيك هولدرز لو في اي مشكله حصلت، اوكي. الترست بيلدينج، معلش انا كاتبها غلط، يعني لازم تبني الثقه في الناس اللي انت شغال معاهم، تبني الثقه في الشركه اللي انت شغال معاها، انك انت الشخص المناسب للمشروع ده، اوكي. عفوا دكتور، النيجوشيشنز مقصود فيها الاقناع ولا المقدره التفاوضيه؟ يعني معلش انا العربي بس مرات بيطير مني. لا ما عندك مشكله، ترجم في اثنين بترجموا، اوكي، ممتاز، بس خلاص اعتمد عليكم، عشان كده انا قلت لك حبقي كلفه. طيب، اللي هي التفاوض، يعني انت تتفاوض مع الستيك هولدرز، تتفاوض مع المقاولين، تتفاوض مع يعني مع عشان تقنع مثلا بتغيير، يعني تغيير عايزه الزبون وكده، تقنع اللجنه اللي انت فيها، اللجنه بتاعت التغيير، عندك الحاجات دي. الحاجات دي كلها يا جماعه الكونفليكت مانجمنت، هي حصلت يعني اي مشروع ما في مشروع ما يحصل فيه كونفليكت، اوكي، زي ان احنا السعر امبارح، يعني عشان بس نعرف الناس اللي عنده زوم والما عنده زوم، اخذت مننا كم يا خالد؟ 4 ساعات ولا كم؟ في ناس لحد الان ما قادرين، انا يعني يعني لازم يحصل ده. الكونفليكت ما معناه مشاكل بس، الكونفليكت ممكن يكون يعني اي حاجه بس ما بتخلي الشغل ماشي سموز، اوكي، اي عراقيل، بعدين اي عراقيل بالضبط كده. الكوتشنج اللي هي عندك بتقدر يعني انت الناس ديل، اي واحد بيتدرب منك سريع بيقدر بياخذ منك المعلومه سريع، عندك الطرق والادوات اللي بتخليهم يتعلموا سريع. الحاجات دي كلها يا جماعه الزول ممكن يتعلمها، اوكي، ما حاجات صعبه، يعني ما حاجات انه والله يا اخي انا والله لا ما بعرف اتخذ قرار، اوكي، انت حاول يتعلم انك انت تتخذ القرار، اوكي، حاول انك انت بتعرف تتفاوض، يعني حتى اخوانك في البيت، اولادك، اصحابك، تتفاوض معهم، تقنعهم انك انت والله دارين تمشوا رحله، اوكي. الكونفليكت مانجمنت، يعني اي حاجه حصلت مثلا مشكله في الشركه صغيره، انت يمكن تمشي وقادر تحلها، حتى لو انت موظف عادي، يعني عندك ممكن تمشي تحلها، يعني تقدم الحاجه دي للمدير بتاعك وتحلها بطريقه ترضي كل الاطراف. تمام يا شباب؟ تمام. طيب، باقي الحاجات دي يا جماعه انا حمر عليه سريع، لانه دي انت مفروض اول حاجه بتتكرر معانا كل يوم، وانت هتتكرر معاك كل يوم في ادارتك للمشروع، اوكي، اللي هي الاوبجكتيف اللي هي انك انت هتصل، يعني الهدف بتاعك شنو، مش كده يا خالد؟ ايوه كويس، الهدف بتاعك من المشروع ده شنو، كويس. في حاجه اسمها مانجمنت باي اوبجكتيف، والله انا عندي بس حاجات معينه كده انه انا داير في المشروع ده اصليها، وصلت لها خلاص، يعني مثلا اصل لي A واصل لي بي واصل لي سي، اوكي. عندنا الكونسنتريت اللي هي دي المعوقات او المحدوديات او الحاجه، يعني مثلا احنا المحاضره بتاعتنا دي قلنا ساعه، اوكي، يعني مفروض لو زادت من ساعه الناس حتمل، زي ما اسي الناس خلاص بدات تمل كده.
طيب نحن المرة الجاية نعمل حسابنا إنه والله ما تزيد من ساعة عشان الناس ما تمل. طيب في المشروع يا جماعة مثلا أنت عندك الحاجات المعوقات، نحن حنجي نشوف المعوقات تحت المشروع السريع كويس. عندك حاجة اسمها organizational process assets، دي الكلتشر بتاعت الشركة، إنه والله الشركة الناس بيتعاملوا فيها كيف، دي كلها حاجات داخلية في الشركة برضو حنجي نتكلم معها، حنتكلم عنها بالتفصيل. في enterprise environmental factors، دي حاجات خارجية، يعني مثلا أنت مشيت تشتغل مشروع في الصين مثلا، في مؤثرات خارجية اللي هي اللغة الأكل كويس، دي حاجات بتأثر على الأداء بتاع المشروع بتاعك، فلازم تكون عارفة. الستيكهولدرز دي يا جماعة أي زول مؤثر على المشروع، ممكن زول يكون مزعج عديل كده، يعني حتى بتلقاه هنا يقول لك زول بس مزعج، ممكن يجي يزعجك، فأنت لازم تكون عارف إنه منو اللي حيجي يزعجك ومنو اللي بتقدر تستفيد منه. عفوا، هل الستوك هولدرز بتعني المعنيين او المستهدفين؟ اي شخص عنده علاقه بالمشروع او غير مباشره بالمشروع. اوكي بما فيهم اصحاب المصلحه. اصحاب المصلحه، أيوة. بالضبط كده. البروجكت جوفرنس اللي هي زي المكتب مدير المشروعات، انت مدير المشروعات، المدير بتاعك لو انت مثلا في بروجرام او في بورتفوليو. البروجكت تيم اي زول شغال ممكن يكون ممول، مش كده؟ ايوه نعم، الاسبونسر، يس فيري جود. الاسبونسر ده مهم جدا جدا، الاسبونسر او هو الممول او الزبون اللي انت حتعمل له وحتنفذ له المشروع. يعني هم خليه عده اطراف اللي بتكون في الستيك هولدرز دي. بالضبط كده كويس. عندك البروجكت تيم، اي زول شغال في البروجكت، انت رئيسك، الناس الشغالين معاك كويس، لكن ما الستيك هولدرز. في فرق بين الستيك هولدرز والبروجكت تيم، يعني مثلا الممول ما في البروجكت تيم، اوكي، لكن الممول لو كانت الشركة بتاعتك هي اللي عامله المشروع، بعده هم في المدير، مديرك هو ده ممكن يكون في البروجكت تيم، لكن باختصار البروجكت تيم انت والناس الشغالين معاك في المشروع. تمام. الاورجنايزيشن الاستراكشر، الباقي الحاجات دي كلها يا جماعه حنناقشها بكره كويس. انا بس حمر لكم سريع كده ل دي الكونسيبت اللي هي الزمن وال الكوست، اللي هي اسمها شنو، الكوست بتاع التكلفه، الجوده، السكوب دي اللي هي انك انت الحدود بتاعت المشروع بتاعك، نطاق الكاستمر ساتسفاكشن، نطاق ايوه السكوب دي اللي هي نطاق المشروع، الكاستمر ساتسفاكشن اللي هي ضي ارضاء العميل، مهمه جدا جدا، المخاطر والريسورسز. اي واحده من ديل يا جماعه ممكن تاثر على المشروع كويس، يعني الزمن بتاع المشروع لو يتاخر حنضطر ندفع قروش زياده، لو ما دفعنا قروش زياده ممكن الكواليتي تقل، لو الكواليتي قلت معناها ان احنا السكوب بتاعنا ما ما ما, ما حيكون ظابط، لو السكوب ما ظبط معناها الكاستمر حيزعل ما حنرضيه، لو الكاستمر زعل معناها في ريسك انه نحن ثاني ما ناخذ مشاريع. لو الريسك ده مثلا ممكن يكون الكوست زاد او الزمن قل او الكواليتي قلت لانه مثلا الريسورسز ما جاتنا في الوقت المناسب كويس. فهي دي المؤثرات اللي ممكن تخلي المشروع ينجح وممكن تخلي المشروع يفشل. طيب الاورجنايزيشن استراكشر ده يا جماعه مهم جدا جدا، فانا هخليه الان عشان الناس ما تمل ولا تسهج كويس. دي كلها الديسكريبشن كويس، دي كلها انا هخليها بكره يا جماعه. اوكي تمام. دي انا هاخدها لكم في الجروب، بعدين هطلب من اي واحد يرسل لي الايميل بتاعه، ويا ريت يكون جيميل اكاونت عشان تخشوا في جوجل درايف. تمام. جيميل اعمل شنو ناس الهوت ممكن عندك ما عندك اي جيميل؟ ما عندي هوت ميل، عندي الهوت ميل. عندك ممكن تعمل لك جيميل بالمناسبه، ما حاجه يعني هو عشان بس تكوني مع يعني. طيب يا جماعه معلش والله انا اخذتكم كثير كويس، فاسف جدا، مفروض لا لا ابدا يا راجل ابدا ما في مشكله. ايوه، فاتمنى انكم تكونوا استفدتوا من المحاضره الليله. اهم حاجه الناس تلقى الماتيريال عشان تراجع منها،
عشان بكره تجي اكثر استعداد يعني الساعه جدا على الجاي. حلو جدا. شوف الماتيريال زي يا جماعه انا حارسل لكم الجايد بتاع البي ام اي ذاته اصلا الجايد حارسل لكم بي دي اف، حارسل لكم نسخه بالانجليزي ونسخه بالعربي. تمام. ما تقرا تمام. حاجه انك انت اقرا بس الليله، اقرا بس الحاجه لحد الحاجه نحن بس درسناها بتلقاها واضحه كويس، وانا حكتبها لكم انك تقرا من صفحه كم لصفحه كم، لانه لو مشيت تقرا لقدام ممكن تجوطك حتوه. ايوه، لانه هو اصلا الجايد ده بيقول لك بس انت خليه كريفرنس يعني ما تعتمد عليه، لانه حاجاته كثيره ومتشابكه وممكن يتوي هك زي ما قلت يا خالد، وممكن يسهج تسهج تخلي الشغله كلها. فانت بس اقرا حسب الحاجه، مثلا انا بقول لك من صفحه كده لصفحه كده مثلا. تمام يا شباب؟ تمام. اتمنى انكم انتم استفدتوا حاجة يعني على الأقل يعني، وأنا بجد استفدت منكم واستمتعت يعني كويس. في حاجة الناس مفروض تركز على يعني، أحيانا أنت بتكون بتبتدي تشاهد لك في فيلم مع اللقطات الأولى تكون ما باينة لك القصة بشكل كامل، كل ما تعمقت أكثر كل ما فهمت القصة أكثر. بالضبط كده، وده الحصل أصلاً. أيوة، تأخذ في بالنا دي المحاضرة الأولى، قد تكون بعض المعلومات بلير شوية ما هي واضحة، ولكن ان شاء الله مع المراجعه مع المحاضرات الجايه الصوره توضح للناس اكثر ان شاء الله. هو عموما شوف الفريم ورك ده دائما سخيف صراحه، الفريم ورك ده اسخف حاجه في الـ في الـ في الـ في البي ام بي، لانه بتحس انه الحاجات هي الحاجات كلها يعني برود كده يعني، شفتها يعني واسعه، لكن مهم جدا جدا انك تعرفه، لانه بعد شويه بتقول اه دي من الكونسنتريت، اه دي الشغل بتاع البي ام المكتب مدير المشاريع، اه ده مفروض يكون الستيك هولدر لانه ما في كوميونيكيشن حصل معه معناه حصل كده. اوكي اوكي، فكتر خيركم كثير، وزي ما قلت لكم ان شاء الله المحاضره يا جماعه مسجله في الفيديو، وانا حرفعها في الجوجل درايف، اول ما ترسلوا لي الايميلات حعمل لكم شير ليها. شكرا شكرا لك. شكرا جزيلا. الله يديكم العافيه وكتر خيركم. يا دكتور تفضل. السؤال هو حيبقى كيف نحن نقدر نشكرك، يعني واحده من الحاجات اللي في البروجكت مانجر دقيقه يعني انه يحفز الناس المعاون، نحن نقدر نحفزك كيف؟ انت بتخجلنا صراحه. والله بس تجوا، بس شفت تجوا وجلستنا جميله دي، بس ده اكثر يعني اكثر شكر لي والله. اديك حل الدنيا رمضان ودعوة بظهر الغيب لاخوك مصطفى. يا والله دي شفتها انت كده، مش شكرتني انت كده خلاص يعني، أبدعت معي والله. يديك العافية. إن شاء الله ربنا يديك العافية. الله يعافيكم ونشوفكم بكرة إن شاء الله، وما تنسونا من صالح الدعوات. عامر أنت في مكة ولا في السودان؟ موجود محبوس معك يا ريس. محبوس معنا خلاص. أنا أحد يا أخي، أنتم ما دارين تقولوا لي العربية يا أخي لحد الآن يا أخي، أنا دفعت لكم القروش وكل شيء أقول يعني. لازم نحن اول حاجه نقدم بروجكت انت عن الموضوع ده وبعدين نشوفه معنا. يا عامر أيوه. بعد ده خلاص عنده دين عندك، بعد ده ما في اي طريقه. لا صراحه والله يا جماعه، عامر ده انا لقيته كان تسهيلات شديدة. عامر ده مهندس طبعا في تويوتا، يعني المهندس اللي بيعمل التقييم وكده يعني، فمشيت أيوه. له مرتين، مره مشيت له مع صاحبي اول مره يعني، بس لقيته كده، والراجل أيوه. طبعا يتعامل معنا تعامل سيء جدا جدا. ايوه كاستمر ساتسفاكشن. لا والله بالعكس، والله يا جماعه والله يعني سبحان الله يعني، اول ما شفناه انا قلت لصاحبي هذا الموضوع قد يتحلى، قال لي انت بتعرفه؟ قلت له والله ما بعرفه، لكن طالما عامر ده هناك انا رايته بس من شفت شايف واقف في مكتبه كده، موضوع ده انحل. فالحمد لله. انا ما داري اقول انت صدمت شنو طيب في الموضوع، انا ما داري اقول انت صدمت شنو العربي. يعني صدمني والله يا عامر، صدمني والله، انا صدمته. انت صدمت لكم كلب قتلته يا اخي. يا اخي لكن الكلب صدم، ما مات على فكره، الكلب ما مات يا عامر. هل تعلم انه الكلب ما مات؟ الكلب كسر ليه يعني العربيه يا اخي، يا اخي شهر ما تموت جديده. الكلب جه صدمني كسر ليه العربيه كويس، لما انضرب ده بتاع النجم اللي هو ده اللي بيقيم الحوادث، فجاء لما جاء قال لي والله انت ما شاء الله ما جاتك حاجه، قلت له كيف؟ قال لي الكلب ده بيكسر العربيه نهائي. ففي النهايه طبعا مشيت
فالكلب بقى كله ما لاقيه في الحته ديك يا عامر صاحبي بيقول لي اسمع الكلب ده شكله ناصر شو راسه دفعوا له استاذن انا طيب شكرا لكم يا جماعه كتر لكم كتر خيركم كتر خيركم الله يديك العافيه شكرا جدا يا دكتور الله يسلمكم يا اخي بارك الله فيكم يا اخي الله يسلمك الله يسلمكم يلا مع السلامه مع السلامه